Ah, soo dhawaada, soo dhawaada, soo dhawaada. Dhammaantiina soo dhawaada. Ma shaa Allah, alaykum assalaam wa rahmatullaahi wa barakaatuh. Dhammaantiina soo dhawaada. Hala soo dhawaado, hala soo dhawaado. Alaykum assalaam wa rahmatullaahi wa barakaatuh. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حالي يدو ضوض ميل في عن نوم ريسو أو حد عضي تليفون كاميرتي اللي قحو ماضي فإقرأ لهذا دماتين. الله يحييكم ويبقيكم. صدوا هذا دماتين. ما شاء الله على سود هذا. الله ما شاء الله. حلي دوضو حكو استاكتي سؤال شيء ذي وحي أهد ملو ربو حويري wuxuu yiri cadeema la imaaw inaa buugga وصح وين ليبان ف وحولها عدام الله إماو إن أبو قال لنا رتي لبد لي أما تحريف قد عاي ف تصالي أربا تسيي أسوى مارتي بوغا مارتي لوكاس وعتبك أفري طبعا فيروس مارتي شنات بأنه حكو قرن ويل بأنه حكو قرن دمير بكو قرن ف فعدين تس مركا مركا مركتي مركا سيي فجبابا كسوغاي يعني وحو يري بوغ اسغا هيستو و كاسا صحسن بو يري و يعني كلمة دا مركتي دمير ايا صحسن ساسو يري وحا كسوغاي عدين ما كسوغاي دائماً إمسين مرتين. إن ترجمة كلي لنا ما أها مرتين إن أرجاس مرتين كو قرن دمير أما مرتين أما ويل وشيء أو مرتين من مانوسكريبس مرتين يعني بوقت مرتين أو متاحف تي مرتين إيه لأن حتى مرت وح كجرو مرتين اختلاف بكجرو. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صدق هذا دمانتيني. ان شاء الله طيب مولا رسول ان شاء الله تعالى انه سوغلو خير وين طيب ما شاء الله تسوى حقيقة وين مرتين
إنجيل كان إنه يا إنجيل مارتي محرف إنه أهان متك مارتي أصلقة متك أوكو صدقي عيسى عليه السلام تسوى يعني حقيقة وين أيك حتى مارتي نفتر كودي يعني وحد هان بوغان ماركوس وحو كسو جوريي نحو يقانان ان صوص مارتي كيو ايو يقانان ايخ ماشاس بو مارتي كسو قاتاي كاسنا مارتي ملاهايو مانت ملاهايو علومة دودي صوص بيتاحن. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله أخير وين مولر سودو مولرو مولر سودو مولرو مولر مقل مجرى مولرو عد مجرى مولر هذا مقلوزك عن هذا سو تاغو. ما شاء الله وإياكم يا رب وإياكم دمانتين إن شاء الله جزاكم الله خير. مولر سو دواو نيو حالي واك حمى هاي تلفونك ايقو حمى هاي دودنا مال في عم بمرسي رمتي اهان ايقرا له نقو ما شاء الله وقتي يا صعدة ان مولرو حربي ماشي حالي ماشي كويس تاقني هنا كوضنا إن شاء الله. خير إن شاء الله. ده حتى أصلا سوق يا مرتي وحل الربي حتى إنه يسوق قرأ يسوق أما مولر محاكوها لمولرو. الله المستعان. والله ما أقانع اسلوب سودو اسلوب ساتا ما في عنتاي معاكو هلاي حلا يا بنتاي اسلوب مسيح
واسوقه واسوقه ان شاء الله. وحلاقيها بانه مشغولي يعني انكستو ولا هضي يعني ما قارن انت اهل مرتي بل انت نحي اهد 5 o'clock. وعليكم السلام اوكي ورحمة الله وبركاته. انا هبدا نوالد جوا مرتي شنتي على الجوا ادي 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 فبحرب مرتي يعني رمتي اهل اني كلمة مرتي مولر كري إشي دي كمها يعني وحمارة ماشان كفير سنو يا مولر إيو دتك كلا دن أمارة لونسن يعني وحويا هذا الكي وحو كو صعدا مولر وكو صعدا إيو وحي قاب كيسي يعني قاب كيسي أو كلاه ويا وحان إلى فهم أمارة ولا لهيجي إن waxaa xasuusanahay hadda maaragtay doodaha maaragtay dhex mareen anii maaragtay Muller yani dad badana maaragtay dad badana dhageysteen waxaa filayana maaragtay doodahaas inay miro fiican maaragtay ka imaan doonaan insha allah tacaala taasa maaragtay filaya fawaxaa laga yaaba qofo miskiin iska ah oon caqligiis lagu ciyaaro ama lagu ciyaaray fahatay fa يعني حلقيها مرتي يعني انه حق مرتي قلبي جي سيجارو فلعله خير انه مرتي خير انه يهي ولقيها بقى فان شاء الله مرتي يعني يعني وحلي هي يا للدالن يا لقورسننا ف يعني باب التوبة مرتي فرونت هاي qofku wuu soo laaban karaa isagoo oon yacni meesha ugu darnaad hadduu gaaro xataa maaragtay wa baabku u furan yahay fahaka qursinina insha allah tacaala arrintana insha allah tacaala ani kama daalay waa wadaayay maaragtay insha allah dacwada waa wadaya istaajinaya insha allah tacaala walaalahay soomaalidan oo maaragtay dhunsan dhan maaragtay insha allah tacaala waxaa maaragtay u rajaynayaa inay soo hanuunaan oo xaqa arkaan taasoo maaragtay muhimada taas weyaan. آمين آمين الله أسأل سوقو يا مرتي ما قاني خيرا إن شاء الله خير ويا أوكي إلا إن شاء الله مرتي أوكي ما أنا يو غير راح أكب هنا تعليقات إن دود حلي إن دود حلي هرت مرتي إن سوت مرتي إن أوفري لايف كحي أهل asaga ka maqlay life soo ku jiro wuxuu la hadlayay qof muslim la hadlayay wuxuu yiri inuu maratay qabiil ba maratay waxa maratay waxa qortay quraanka oo hadalkan wuxuu ku jiraa maratay fi sahih
آمين يا رب العالمين. ف هذا كان أنا ماركتي أنا أخرس ما أنا أركي أما ماشي سو كجرا. على العموم أنت أصبح ماركتي وصوق على حلا يهد وأكد بابي الحمد لله ماركتي دبابنا واسيي ف حالي مركا أركيسين هذا الكيس مركود هاي مارتي وحا مارتي بحوير أنا كأخرستي أنا كأخرستي بوق مارتي أن في الصحيح ساس بويري أن كدبنا بحويري مساجد أما قف وداد أو مارتي مساجد كجرو بو كم مقلي يعني وحاها سنة أصقوا ليه مرنا ماركتي ماشي أسبو كجرة أنا أخرستي ما أنا وحول ليه هاي ما أنا وحول ليه هاي وكم مقلي مساجد وكم مقلي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فلبا أو هذا المرة إسحالفها وين؟ ها إن أستاذ أبشر يرق. إن عدد كان في الآن أقتلوا كل ذكر من أطفال. فيروس كان فيروس عجيب وين ده المرة. حلو أمر أنا مرة عرورتي يرير حتى مرة تلدلو. طيب تاسوا مدويا هذا الكلام يرين وحوها رنت هان أنا قوم مرتي موضوع كهض لأنه موضوع وحوها أسقب وحويري عدم الله إمام بويري on بوجان مرتي تحريف كل عاي فعدين أنا أوضو يعني وحوين عدنا يوديستي ما همرتي إن كبودد مرتي موضوع كلامارت أبودد مرة ماشان أبحدد أما ماشان أبحدد مصعنة سو حس وحس حاليا في علم المنطق وحويان يعني مغالطة تغيير الموضوع وحويان موضوعكو بدلايا تاسوا وحمرتي حاليا هذا مغالطة منطقية وين يعني ذاتكم مرتي علم المنطقية قارن ويقرنا يعني فهو أوجد مرتين من موضوع إلى موضوع مرتين أبو داي يعني ماله ماله مرتين أبو داي تاسو مرتين في الحوار لا ما يعني وحو شيء مرتين أنفع أي معها موضوع كانت لوسا استيك نيو توبيك هك هكلا اللي حين مرتين أما هكبح مرتين موضوع يعني لقاه دوي يعني موضوع نوفرا بوجا مرتين لوك وحوين كهبل يعني أنا لب يعني كمقبي هدو إده هو مارتي مولر مانت هدو إده هو ده أنا جوابكم هاي مارتي بالفرصة السي دتك أقوان طله يعني دتك سا أتجايا دتك سا ويدي سنايا دتك سا مارتي جواب مارتي كرات سنايا لب كم جرت تاس وعادي وين جلهم يعني قف كمارتي غصب مها إنه مارتي عالم إنه نقضه حلقة شيء مارتي إنه إنه قرنين يا أخي ما قرنين أنا حلا فيري وحكو قلنا مي أفكي وحكسو بحي التاريخ الكبير وغلد مي رنتي هان مارتي وغلد وين بوغ مارتي الطبراني ما هو مارتي التاريخ الكبير والمعجم الكبير وحربي المعجم الكبير أفكي وحكسو بحي مركا مارتي مركا دي سنة حمق لأنه ليه مارتي التاريخ الكبير بوغ التاريخ الكبير يا قري والبخاري البخاري أسكلا ماها الطبراني فماشي أقول الربي مارتي المعجم الكبير ينعرضه وحال هاي التاريخ الكبير وأنا مارتي واغل دمي ويعني واكن نقضي غلط كاسنا مارتي واكن نقضي فأي واحد مارتي واغل دمي أي واحد مارتي وحويا يعني هذا سؤال لو يدي أقرن وحوليه بل فرصة السي أنت وصوب بربارا يا وفيرنا يا مارتي وحويا ما أقاني عيب ماها شيء إنا ده هذين مارتي ما أقاني تاس عيب أبسلوت لمرتي عيب معها وشيء أو مرتي عادي وين وسمه من سمات مرتي قفكم مرتي أون علمي قاله
وسمة أو ما أركتي علامة لغو قرناي ويان واللي هي أنا ما قرناي الله أعلم ما أقاني. أوكي أن أيضو أن أنت ساس إيه وحو إلا قلي موضوع مرتي أن هري كهضلني موضوع أسنحوها شبهة أو مرتي كوصاب سن بني قريضة. بني قريضة يعني لايف لنا أفرني وكهد ليني كل يدد كان مرتي وين داون عين مالنتاس ان وضيقا وحو يري يعني هذا الكيس وحو كم دها مرتي ان محمد صلى الله عليه وسلم أسقى أمري مركا كو قبتي يعني ان ارنتان وحدا اني مرتي ان كم قرن مرتي ما يشا انو مرتي ان الرسول صلى الله عليه وسلم امر كأم حكم كمرتي انو كسو بحي أسقى وحاس أحسن أن يعني صحابي الجليل ماركتي سعد بن معاذ الأوسي أسقى ماركتي يعني حكمي أسقى حكمي ضد كان ماركتي إن يهود بني قريظة يعني الحكم هو كسو بحي صحابي كان وكسو بحي ما أهم مرتين النبي صلى الله عليه وسلم يعني يهود إيه كنفتر كودي وحد يعني أنا وحقولنا مرتي وحمارتي حكمي وصو صار مرتي سعد بن معاذ يعني مسألة ده هو صحيح وحل الربي أوكي ويقرأ الله واغل ده حتى مرتين رأى اللي قلنا حتى ما لقرب وواغل ده خلاص وكان نقضي يعني هند أضيق هذا وحويا يمقن عن إن هذا الكاجي وحوقها إن ما أقاني مرتي. فعلى العموم أنا يعني شخصي كيسي مرتي كما هدلوي وحكا هدلوي فكر كيسي كهدلوي يفهم هذا بقى شخص جيسي وقف مرتي يعني نقد حي مرتي احترام وين لكن وح مرتي كهد له يهل كان وحوين وفكر كمرتي مولر فكر كي مولر ف اوكي ارنت وح اهد تاس بي اهد واوعد ديي واتسيي وحد هاي هدا هدا لا ضهي ان النبي صلى الله عليه وسلم امرك اسقى مرتي اما حكمك اسقى حكميي لا ما وعدي ما هاجي إده في صحيح البخاري في صحيح مسلم يا في سنن الترمذي في النسائي يا في كتب مارتي ان المسانيد بوغاس بو كجرا مارتي كسو صار مارتي وحا كجرا مارتي حديث ومارتي دهايو وكا قادنا مارتي انت انا كسوغاي اوكي وكبحي وحو اي كان ما اقاني مارتي ان يوتيوب ومارتي كهضلايو أن هذا الكي أنا مرتي دهاي وهذا الكي وحد هاي سعد معاد سجى مرتي حكمي كصو بحي فيديو مرتي أو كهذا أو شيء أرنتي أنا شيء إلى مرتي أن لا ماضي وهذا شيء عجيب وين هاي كد محامرتي محاربة مرتين أنا مش نكو أن يعني أنا كو عدي سدوام حي مرتي شيء قربت دوام حي يعني وحولي هاي قف أو مفتي سعودي وحيلاه سو إلى إماضي محور ما مرتين إنه ماشي كو عدا يوام حي يعني وحو عدينا يا إن هذا الك أسجى يرميا وهذا الك إن ده هاي إن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر كأسجى كسب بحي وحاس مور ربا إنه عدا يرونت أنا ما فهمي وين رونت أنا أوكي الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فلان سودو عندما هاي ستا ورا الغالي وفي عنا الحمد لله ستا دي ما شاء الله وقو عنا الحمد لله ما والله عيا ما شاء الله هيه waxaa la jiray dooda mulur mulur miya waxa la jiray ninka mulur miya la I don't know ninkaas miya ku saabsan ta arinta ma saga sugay ah
asaga sugaya insha allah tacaala. iyo maxaa waxa bay ma waaye waxa jira waxa waaye maarta ah qofkan iyo dadkan adiga aad ku daareyso waxa waaye waa dad Soomaali waaye, qof Soomaali ahna diinta waxay tahay wuu ogyahay, waan ku dhalanay, wax maanta la baraayo mase ku cusub maba jiro. Waa qof kale ajnabi kale waa la dhihi karaa, laakiin qof Soomaali ah oo maanta diinta la baraayo mase waxay tahay looga sheekeynayo nabigeena sallallahu calayhi wasallam looga sheekeynayo ma jiro. Dadkan waxay ogyihiin waaye, laakiin kas bay usuubinayaan. Waa waxa la jira dunyada kale la tagtay. Marka Ilaahay ilaa umbarina oo Allaah inuu soo hanuuniyo wadada kusoo rido inaa umbarida nimo. Waxaad maanta dood kale oo kusoo jirto oo maanta la doodayso ma jiro, waayo dhagax lama doodi kartid. Nin hurdo hadla, nin soo joodo xalid, nin soo joodo lama kacayn karo sumugta. Qof maanta duu soo joodo oo laakiin uu iska dhigaya qof hurdo, hadda maanta lana kacinaysa ma kacay. صح Marka dadkan way ogyihiin, wadadan way ogyihiin, laakiin kasbe indhaha isku tiraan Ilaahay wadada saxna kusoo rido. Hadday ku tagaan laakiin maalin bay laga soo laaban karin Soomaa. صح وارون marka ilaahayna adiga ku barakeeyo, ilaahay ilaa un barino saaxo wax kaloo aan dhahayn maaha. آمين. هو صح وي ما دعاء هو بضيع إن شاء الله لعل مرتي الله سبحانه وتعالى مرتي يستجيب مرتي إن أحد دعائكم فما شاء الله فشيء ان شاء الله. مرتي يعني مستحيل معها شيء مرتي بسيبل معها وحوين كل مرتي جائز وين إن شاء الله تعالى نسأل الله له مرتي إنه مرتي هنونيو وهدي إن شاء الله تعالى dadkan kale Soomaalidana waxaan kaloo ay ku waarinayaa isaga life buu soo galaayo, waa artid life buu soo galaa, dad baa daawan, dad baa sport garayni, kuwa khaas ku haystaa ninkaas hadduu soo hanuun waayo gaaladiisa galo asigii u taalaa. Haddii ana inta la bari karo hala baryo waan la baryey. Soo hadduu soo muslim waayo lifekiisi la daawanin, hal iska bloogo dhammaan wiilasha gabdhaha duqeyda dhammaan iska bloogaan, wax life usoo galo uu aafeeyo waha waayo. واقرت اوكي ان شاء الله تعالى ايوه السلام خير ان شاء الله السلام ايوه ان شاء عليكم الله يا اخوك جزاك الله ان شاء الله تعالى بارك الله فيك خير وان شاء الله تعالى محمد سفرات الله السلام عليكم وعليكم السلام الله ورحمة الله وبركاته أكو سلام عمر سيتها أبو وكا قاد الحمد لله وفي عنا سيتها هذه أبو أنا وحرة ما تغانا قف سلامة كودي أي ما شاء الله وحرة باني من كان أكرر الدنيا يسمع رسي اسكده هيا لما كان قال الله ما عرف إلهي ولا إسحاق تمي لقونا أسحاق كيس كتوت إسحاق بدل ما كنت تادي دي أنت أنا أوشق إن إلهي ولا ناقص بس ما هي وإسلام ما دي أنت أنا أوشق حق يا وعليكم السلام هي لكن أبو هذه كرد أنت لفون كذا ما قرأتها يا كم فهم أنت عمرك دو دان جوج ابو هيد سبت لو سو جوجنا وام حي يفهم شيء ما رأيت أي بحرب أنا أكون فهمه يعني أنت أنت إسلامك ما هي استوى كريستن كريستن محاولة دولة سعدي واي إيه دي ما يقان إسوا قاتم يقان إسوا يا يا isaga diinta kristanka uu qaatay ma yaqaano micnaheeda ma yaqaano ya haye iska daa aduu sheikh caalim aa tahay ma ogtahay haye doodaan iyo inaad ero macaanow ninkan naga daa ilaahay daa taqaana sheikheeni baa tahay waan ku dhegaysanaa waan ku jecelnaa waa kugu xiranaa ma garatay waa fahma ninkan horta muller la dhahayo hadduu diinta ka baxayna isagaa foolxumo kala baxay kawdhe
هذو كتيرا إلهي ولا حساب أتمر بإلهي ولا حساب تمام يا سماوي وصح وين تاس أنا قم مرتين قفل لحساب تمين أو ميشان أفل إنه مجرتو إلهي بهارت قفل وكون سماها وصح وين هذا وحوين أنا سؤال أربع أنا أخوي عام وسودة يا دين تنمي محمد أنا قوار مسلم أنا هاي قوار يا وافهمي وحرب سؤالنا كويدي أدور عليه إن شاء الله تعالى أيبو معي كسو قاد بمارتي يعني كلي سومالي كلي ولا لوين ولكن مارتي وحوم الله هنا ها وحوم الله هنا يا وحال ربتا سومالي لأن وحال ربتا خير بحال ربتا صح اه اوكي كسو قاد بمارتي قار او سومالي يعني ولا لا هاجي ايه ويكاردو من دتك مرة سنيسة فيري دتكاس مرة سنيسة محلة يور فور جانجيلو مرة في هور وبح أنا ولعلك ورادين لهادو دوية هي مدة وده نكان مدة و ما يا خلاص يعني حتى هادو دوين ما كقور سنيسة ملا ذا خلاص وين مرة تي ولعلك يود دمية بس كده وحاس مرة تي مدحي يعني مزوررنا خلاص وبح هي خلاص وطقي ما يساء وقما هرين دتكنا إلهي بنا ورتكونا يا بس خلاص ساس اوكل وين مرتي ارنت مرتي سي خوري قلت ما عنده مولر ميلها كسو قرن مولر مخو يا مولر واس مولر يا مولر هو مغع مرتي او اسغ لبخي وين واس مولر اوكي وما فكر انا قاعد احين انا قاعد عينينا انا انا كدن باوين اسغ انا دبي كل يا لا سيدي لا سيدي لا خير او كسو لا خير او كسو انت اسلام قرانو غرافيه مغع سومالي كو غرافيه وربا مغعي كو ما غرافيه كر دينته ده ما مجرت أرنتاس مجرت أنا جمرت ماشان مركوس وقلا أنا جا الحمد لله وحكمة أركن بس أنا ترى عرف وقلا محمدين أسبا كتيرة دين توقصان نقص ما هو يا محمد أنا أروح ساقر أو كتير تعي على العموم هذا ما سنت هاي إن شاء الله مرت إله كبرك أيو إله خير هكوسي إن شاء الله تعالى ولا شيء ذي هذا ما سمعت هاي إن شاء الله لكن دوت هلق دوت هوفر دوت يا إلهي أمري إلهي باكو دين إلهي توكو براي معام باكو هاي ستا دين تي قروح باكو لها لهاي من نحن هكو لها أيضا صاحب مارك تي وحرب الله إن الله وذاقو ولا له يقلو ما مارك تي إن الله وذاق الرب مارك تي دين تا نوصان ومعان إن الله وذاقو انت انا مع خير ولا لو معانا عمره وحمكوش دينتا دد كان وي كو غدشين كوده حداي كبحان ان الله يو كسو علين كاداي كبحان تو علين ماينو قفكي تغا وا تغي معايا غلاني اه هذا لكن واضح وين واضح وين حداي كبحان انا ما سو علين كنا لكن وحا وين وحا واجب نصارا وحا وين إنا ذات كاس مرة تأويرنا وين الله سبحانه وتعالى منكم أمتي مدعونا إلهي كبري أنت كتق عن العلم أنت كلا يا إلهي إنما هكلا دول كريستانا سيدة هرتكي يا إلهي أنت كبري كل شيء قنادر مرمبا كريستان كان معنا والبعانيق أي يا عيدا وانا عبت أنا وقعي لكن مولا ربي برتاه حالا كنفيري إن عايدة مارتي سلامك مارتي حتى ما أقول مارتي الدين تين أنا ما أقول مارتي أنا عاينه ما إن على رأسي فير دي ليك بقى أنا مارتي أنا واحد يك يعني ما تخاف ما حتى دين إسلام قاعد نقنعه لا خير أكو سوى واسح وين كل جينا غيرت بلينا هاي ما فهمتي لكن غيرت ديني ما أها مارتي أنا مارتي إن يعني عاي مارتي إن أدتك مرتي عينه مرتي وغلط وين ما عيني أبوه ورتي يعني إلهي ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة وحلوي يري مرتي أدتك وحلوي يرتا مرتي يعني ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة أري ويلكي غوري أري ويلكي غوري ويلكي غوري ويلكي غوري ويلكي غوري نبو ويلكو داي نيو أدتك كريستانك هانو قيمينينا أنغا يا أنغا إسلام بانا هاي سوامانينا وانا هاي سوامو صح هذا كريستانك انكم ما نلب موضوع فرطان الكاس اسلو بحيان كريستانك سومو يا صح انت نبي محمد الله لو ولا شي سومالنا ولا يها يا ايه الهينا معلمين تكسي قران صابرتين الهي وانا سيه كوده يا
أولاد حلال وان نهاي يا قال أرتو قف سومالي وقال اسمي أجره هشيغو ما أعرف إن قلت صباح لو قلت لا أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله يا ما صح وين يولد بالفطرة يري مركز أتكان يلا هالموضوع هالقصة قسم وصح مسلمين تصاب ذنيا ما يجي عم بيسوي ذكريان هذا تلف كأك قوانا خطوة في صحة يا ذكر عوف صحة يا مقرد يا إن شاء الله ضد بدن عم يشفي قعمود وتاجا إن شاء الله إلهي خير أكو سيو بدي إن شاء الله ساقو إن شاء الله إن شاء الله خير وإن شاء الله تعالى طيب ما شاء الله ايوه ان شاء الله وانا سوق بندونه ان شاء الله ان سو دو ولال السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ستة وافعنا الحمد لله ايه ما شاء الله سو دو وافعنا دور ربنا دو انا كريستيان لدودا انكو دغيسناي ما فهمت صح مركا الحمد لله هرتو كاغه مخدعنا مد كواد ما شاء الله هرتو نينك زوق الله خير لكن كريستيانكا صدا اي مركا اي وهدلايان او معنا نينك سوماليا مانلي ويت او خيرناي باش او اسايو مغعيستا ما قان انغو وكلو دوداي نيكاس او كلا مانا وحطاهي ادي ادي فقي هاي وحو الربا ان لولوها اللو صدا مارتا قف علمنا اللو الرمو تد او مانا الويد قبر او لحال لايسان ويا قرقو كتورة لا قرث مركا دادكا كريشتانكا مركا لالها الله يوصدي علمي يسان انو نو عاد حدكا كابحن عادنا اسكي الالي سو اسيقا اللين دين ملاهي موكتي واحو دورنا ملاهي ايه marka sidii cilmiyeysan oo aan hadka bax ahayn oo aqliga iyo garaadka ku dhisan oo diinteena aan khilaafin waa in loola dooda sax marka fikirkayga waa intaas oo aan la buunbuunin oo wixiisa aan loo raacin oo loo sheego inuu qaldan yahay ninka oo asaxan oo laga rabo inuu steeringkaayo na ina adiga tahay oo astigana uu yahay ninka qaldan oo macnaha oo godka ku socdo oo la qaban rabo oona macnaha waxa waaye meel cidlada ku socdo inuu asiga yahay inuu loo sheego waaye sax waaye maxamed oo soo qoray insha Allah marka waa ku salaama Allah ku barakeeyo kulli dad badan ka qaacsay oo u jeeda marka kristankan yaanan manaha yaan sida hadda ay warka ugu jilcinaan dhilaa sida yaani mana ku adkaaw diinta manaha ku adkaaw moogtay waxa way jiljilaa xatuusi macnaha wax weyn daacwada uma baahna ma maragtay liin uma baahno maragtay wajadilhum billati hiya ahsan مسح سنامية ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعدة تلح السنة واضحة طيب محامرتي هذا مرتي يعني الرسول صلى الله عليه وسلم زمن كيسي مركوت جوغي يعني وحال الربا ويغا مرتي استعمالي النبي صلى الله عليه وسلم الصقو ضدكاس دباية ومرتي كسروا رباعيته ونحالي رمارتي وحاسم سمرتي يعني دت كان حوار باليري مركز النبي صلى الله عليه وسلم أودي ذي مرتي أود بقولها إنه مرتي حبارو أما مرتي إلهي وكبري إنه دت كان مرتي دول كلاديكو مع ذلك مرتي النبي صلى الله عليه وسلم هو صبري وحوها قف مرتي دول قاد بدن بوها النبي صلى الله عليه وسلم نبي وحوها قف أو مرتي دت كدجي سناي بوها النبي صلى الله عليه وسلم هو استعمال جري اللين وهو استعمال جري مرتي وآد أدقن ومرتي أها النبي صلى الله عليه وسلم فغير الد يا أخي وحوين غير الد ويطالع كلنا مرتي وحوين غير الد بالله هاي دين تاني أو غيرنا ما فهمتي لكن هدا كجت ساحبه
walaalkaygii qaaliga ahaa haddaa ku jirtid dacwad waxaa loo baahan yahay waa maaragtay inaad degnaatid oo maaragtay qofka maaragtay dhegeysatid ya waxaa loo baahan yahay shidda ma loo baahno yacni xoog maaragtay ma loo baahno meel oo maaragtay xoog ma joogtid waxaa joogtaa meel maaragtay caqli waxaa joogtaa meel oo maaragtay yacni mowcida xasana ka bixinaysid meesha taas ayaa loo baahan yahay meeshan haddaan maaragtay ana ku jiro maaragtay dagaal maaragtay dagaaltamahay safety wato meeshaas maaragtay raxmad kama jirto waa maqaam maxaa la yihahdaa maqaam waxa weeyaan maqaamu jihaadin oo maaragtay oon gacanta weeyaan laakiin hadda waxaa ku jiraa jihaad maaragtay cilm iyo caqli ku jiraa fa waxaa loo baahan yahay qofku inuu degnaado weeyaan fa in shaa allah jazaaka allah khayr aada u mahadsan tahay nasiixadaadi waa dhegeystay cala alraas wacala alcayn in shaa allah aada u mahadsan tahay in shaa allah baarak allah fiik shakara allahu lak in shaa allah tacaala aada u mahadsan tahay in shaa allah maxamed wuu kusoo qabanayaa bal one second maaragtay muna ay usoo celcelinaysa maaragtay soo qaba soo qaba adaa ku xigto in shaa allah tacaala assalaamu calaykum wacalaykum assalaam waraxmat ullahi wabarakatu soo dhawo walaal walaal waan dhowahay waxaan kaaga mahadcelinayaa sida wanaagsan ee aad u waanisid ninka la yiraahdo muller si fiican oo diinta islaamkuna raalli ka tahay ayaad ula hadashaa ilaahay ayaana ina faray in aynu qofka lunsan soo hanuunino oo ilaahay baa hanuunka leh aynu wax u sheegno waayo nebi maxamed ummad gaala abaa loo soo diray oo inuu islaamiyo oo diinta gaadhsiiyo loogu soo diray laguma oran karo maxaad qof gaala usoo qabatay ninkan ula ooma nin soomaaliya islaamnimo ku dhashay kan gaalka ah ee aan ku dhalan ayaad ay sax tahay inaad wax u sheegto markaa shiikh waad ku mahadsan tahay wax wanaagsan baad wadaa isagana ilaahay ha soo hadciyo hadduu hanuunu qoray adiguna hanuun ka daar hana ka harin in shaa allah tacaala maasha allah dadka u fahmaya dadku waxa ay shiikh fahmi la-yihiin markaad baybalka ninkan u macnaynaysid waayo baybalka ayay waxay u fahsan yihiin aad akhriyaysid khalad ka aaminsan yihiin ma ay aaminsana inaad tusaysid ninkan waxaan laga dhaadhiciyey inuu yahay waxaan jirin sax dadku waxay arkeen baybalka ood akhriyaysid waxay u qaateen inaad ninkan diintiisii aada la falanqaynaysid marka anigu waan fahmay inaad ninkan baybalka tusaysid inuu baatil ku jiro ilaahayna xaqa wuu caddeeyey xaquna wuu cad yahay intii ilaahay hadaayo u qoro ilaahay ha soo hadeeyo hanuunka ilaahay baa leh hadduu khaatimo leeyahay ilaahay khaatimada ha ku dilo haddii aanu lahayna ilaahay shartiisa hayna dhaafiyo aamiin ya rabbi alcaalamiin aad baan kuu salaamayaa shiikh walaalkay diinoosna halkaasaan ka arkaa waan salaamayaa ilaahaygii soo hanuuniyey oo soo hadeeyey dad badan baa u gafaya oo caayay halo hadda kuma qalaya diinos waa nin diinta islaamka qaatay waa nin islaam ah marka isagana ha ku dambaabinina soomaalida dadkan aad sii fogaynaysaan iska daaya dadka u naseexeeya naseexada ilaahay baa baneeyey haddii aad habaa rabtaan oo caytantaan cidna soo dhowaan mayso marka sheikh waan ku salaamayaa insha allah asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ilaahay aamiin aamiin jazaakum allah khayr aada u mahadsantaa insha allah tacaala baraka allah fiikum aada iyo aada u mahadsantiin insha allah alxamdulilah waxaan rabniyaho waxyaaba badan inaan ka hadlo waxma badna oo soo gaabina waqtiga kaama cunayo horta niyo waxaa mushkilad weynaa ku haysato saan u jeedo mushkiladan midna sidaa ka timid waxay ka timid dadkii aa ka dhalataa jaahiliin ah ma fahanta luqadda aa ku hadlaysid wax kusoo gudbinaysid dadka ku hadlo brofesorkooda xataa jaahil wa yani soomaalida waxay ka habaaran yihin waxa la dhaho ujeedada mawduuca ujeedadiisay ka habaaran yihin lafdigiisay qaataan bes gabadha way saxan tahay say kuu sheegaysa hadda gabadha hadda ka baxayso wasalaama aydan walaashaa waxay ku tiri baybalka markay akrinaysa umalayaan baybalkan aada aaminsan tahay jaahilin meesha laga gaari fuli qoraan deedaad waa loo ogolyahay yuusuf astas adi laguma ogolo
ماذا هذا صقر وحجارات إن أقوى عضات كات نبي موسى فرعون الله دري وحير وقول الله وقول الله ين الله حقوك كان قال أقوى عضات كاتو متكلا وحصو قرا جد كنا أقوى عرجسوا حقوك كان يعني هدي جد كنا أقوى عريريش كاس لقاطبة أدون كمان نبتك ما جرتين جد كلو عريري دي لقاط أيدي القرآن كان لقيت وحلا قادنا حديث تلا قادنا قرطو ولي وحلا قادنا أنت وجع حديثي وجه حسنا لقادنا أو معناه ما أساها بين قال جد كلو عريري وكله إنجليزي كونه لي أم جرم كونه لي ومرك مرك ما لا ترينا تايك عريري ما له بأجر طلب مركنا يعني اللي بعد هذا حقيقة حقيقة قرنتها حتى هذا محمد هو حقيقة قرنتها حتى قال كمرة عريري حقيقة قرنتها مية أنا قال يعني ماشي محمد فيري فيري القرآن كام القرآن كام مهم نوع يعني حديث حديث آية القرآن كوري ما حديث واسكسي حناية وبحاء أنا القرآن كحنا وصحوي حتى نو موسقون كيسيا أنت وحدهن مركب مصر لجسوا بحشو بدل الله كلا برو أنت اسمع جسار كن وحدهن وما أنت أسلوس سمي وسمد الله كن راسينا وحدهن ناس سمي آلهة سيد مصاري ذوك الأسماء سنجرين ما صدقين قوم كافرين أتين ما صدقين وحيل إنكم قوم تجهلون قوم جاهلين أتين حتى كفر ما صدقين هذا سو ماذا وقالنا هذا هذا الكاستيلا سنم إيه سمي هذا تريم سنت تريم سنم عن رباشيقو أصلا نو موس أصلا بدل لوك لم بلنا وقالنا قالوا كتقولي مركب نيو قال هذا لوك هذا كذا وحيل سدد مساجد تكن له قرحي مفهوم يعني قال لكن حتى فيري دينه سو دينه سو مجرى مرة تحديث لا هي مرة تلو أتكي مرة ت قال هذا أما مرة تي كوسمي قال هذا حتى من بيش وحارك يا سمرة النبي صلى الله عليه وسلم هو يقف كيد له مرة تي معاهد معاهد كمرة تقف كيد له لا يرح مرة تي ريح الجنة يعني حتى من هو صنع مرة تي ريح الجنة النبي صلى الله عليه وسلم هو يعني وش يجا أي مرة تي أن ضد كمرة تي يعني وحاجر قف مرة تي محارب كافر أو مرة تي أو محارب أجره oo dagaal tamoy oo oo seefto ku haayo oo isdifaacaysa qasab way taas marto iska celinaysa ma taas qofna adam ma taas muahad muahad wey ma fahmay ahad ana gadda xin shiina hadil sawir iska celinay jarmak hadil sawir iska celinay kuura hadil sawir iska celinay taas waa fitra bin aadan oo macnaa waxa waa yaani in dadka muslimiinta is difaacaan waa wax caadi ah wax problem laakin su'aashu idin tii waxay tahay hadda dadkii yaani وحان هذا الدريم ويا لايف كهاد قدام بيعاوضه هذا أكو جرتو قفص وقلاي سك جوجو كله وحص خوف كحص معناه فحص تحقوس هذا هذا جوج زنتي هذا مساع من قصة حنسة بس مياه لايف كان في رسالة أو دين تلف فينا إيش قد واجب كأقدون في فيسبوك وبرت أو يعني فيري سو بودوا كردو كسوق أقف حقوله سك ده حاود ده نسا خوف كي ده كله هاي معناه حو دارنا بيستي في شر شوف في سنة بال ورني أورط لقدن لبات وين أكل عضو ولكن معجز امتحان أكل عاي لقدن عري إلى أكل عضي خفك كوه الله أن ندور كودة سيد هذا أديكو كله ويدبايا دتك ما أنت لبات تدك هاي ستماء مولر جرمل ما دتك كريستانكا أو أنا وعبد السيد دتك كلام معنا ملحدين تانا ما لبات تدك لبات تدك يستحاو جاهل مسلم ماشي أنتي ما كل دبايا ذي ور ولا ليه لهذا شو ذات كان معناه قرب قليل مسكينك دين تيسي يدني مديس دين تيسي يو فافينا يو دعوة سمينا يو جهات كجر حضاضن لبا لبك كداية إنه أكو سؤال إن الدين وحبك متقنين حد دين كد مديك الدين غن حق الدين كبرتين شيط يا لين أفك قبصو ورو فيري بلغ بلغ يعني بلغ آية ولو كان آية بلغ عني ولو كان بلغ عني ولو آية بلغ عني ولو آية حقيقة كانين أفير أمس شيقو وشهد أمس ومجد أمس شيقو وشهد نم قفكم حق هذا تسبيح سنة دان كو إبادة بانت ونكور الشيقو نغا أمس تسبيح دان جوجة أبكورا وشهد دانا وهذا تسبيح جوجة كله هذه عمل في عنا بسمينو سهد واحد لباتا داتكم ميزيد داتها لدي المليهد أرقى حسين المفافينو سهد مساجة لسكو غري مليهد نكاس مسلم كهورال كيانو ماشان صوفر يستي آتاه ماشان العكو مقاهات أنا العكو مسين شقذا هذا ما ماشان ودر إلهي في سبيل الله ماشان قتيم وح كنا مكسينا يا مارك أنتي معناه مارك شجت كسر الرجال محيطه تكلم تكلم شيء ووضد عادي ما هم يتكلم ورمحاي ذا هي أو شيقة أكرب تاني ذي شيقة السلام السلام عليكم ورحمة الله وقصعه أنت يرجعنا هذه كالبس
haddii kale 15 milyan soomaaliya 10 milyan hadii si kusoo waarato 100 kan macnaha oo gaaladan asaga macnaha maarata uu cadinayo maarata ay la doodayaan adigana aa kusoo waarato soo wareer ma xaggee u socotiin idinka macnaha where are you going hortatidin war ilaahay ka baqa oo ninkan faraha ka qaado wadaadka shicumar shicumar ninka fiican facebook ma arkin wadaad inta kale istusa meesha ku hayaan gabgab labadoo afartoo a lamid oo soo gaarsiiyo cumar nin nadiif ah ma faafiyo dil qof muslimna ma gaalayo dad ma dhibo meeshaanu soo fariistaa baibalka iyo qur-aanka isku bartay wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu saddexaaba laga helaya waadosa waa isaga iyo kiiska waxaanba ka aqaan baaniga oo ummad yani manaa sida nabadgelyaa diintu ku faafay wardaaya yani manaa aniga wallaahi ma mali karta caawa nerfan dareen qof baa kuusoo gala shiiqul laakin maxaa yeelaysaa qood adkaa adiga hadda aad adagto juxuur aad tahay shiiqa ma ad adko shiiq in dhool cadeynaa si nebiga kula faraxsano adiga haddaa juxuurta dabeecaddaada la joog ilmahaada iyo waxaa kugu dhib qaba naagtaada kugu dhib qaba iska daawo dadka dabeecaddeedu yeela miya wuxuu ku yidhi waquula lahu qowlan layinan lacalla yutadakkar oo yusaka marka waaninays dadkan haddana waxaa ku waanisaa layidhi waxaa ku waanisaa adoo jilicsan fircoonka ilaalama sagta waana fircoona dinos waa qofka dhahay ana rabbukum alaclaa wa fircoon qofki dhahay ii keena a lacallii wuxuu rabaa samada inuu aado maaragtay darangarou dalbaday maaragtay inuu ku aado maaragtay samada fa qofoo maaragtay heerkaas gaaray umaleemay maaragtay qofoo maaragtay soomaali maaratay heerkaas gaaray oo dhahay ani ana rabbukum alaclaa asagoo saas eh waxaa la dhahay faquulaa lahu qawlan layinaa lacallahu ish yatadakkaru isaka ilaaha wuxuu dhahay og ilaaha ogo ilaaha og inuu weligiis hanuunsamayn wuxuu leeyay inuu hanuunsamaa laga yaabaa macnaha maarata uu cabsado oo qalbigiis u jilca laga yaabaa waa lasoo galay waxa leyay ninkaas muller waa dheeraaday u maleymaa inuu soo hanuunayo ninkaas waa dheeraaday waa tegi kaas war adiga macalimulqeyba waa tegi maxay tahay isku daa shiiqa iyo muller isudaaya aan dhegeysanno bas doosi aan dhegeysanno qofka cumar bin khataab radiallahu canhu siduu maaragtay ku islaamay siduu ahaan jiray yaa dhahay maaragtay maalin baa maaragtay qofkan islaamaya maaragtay cumar bin khataab yani shay hada maaragtay oon yani weligaagi maaragtay haka qursani maaragtay laa taqnatuu min raxmat illah ilaahay baa yiri maaragtay qul yaa cibaadiya aladiina asrafuu calaa anfusihim laa taqnatuu min raxmat illah haka harina maaragtay yani haka quursanina maaragtay raxmadii ilaahay haka quursanin fa adina maaragtay hadhihi maaragtay qofkan ani waa ka qursaday bin aadama tacaala waa ka qursan leedahay lakin allah subxaana watacaala kama quursanin maaragtay cibaadkiisi kama quursanin abuurkiisi kama quursanin fa baabu tawbati maaragtay uu furan yahay maalin kastana maaragtay uu furan yahay qofka maaragtay asagoo intaas maray intaas sameeyey maaragtay wuu soo laaban karaa fa yani alhidaaya maaragtay biidni illahi subxaana watacaala qofka rabo maaragtay hidaayada oo rabo maaragtay inuu yani ilaahay uu weydiistay wuxuu leeyahay ilaahi ou rabbi ou raxmaan ou maaragtay khaaliqa maaragtay i hanuuni itusi xaqa itaabsii xaqa fa allah subxaana watacaala markaas maaragtay wuu tusinaya maaragtay xaquu taabsiinayaa fa waxyaalaha maaragtay oo hidaayada ka mid tahay waxa weyaan qofku wuxuu leeyahay hidaayad buu allah subxaana watacaala weydiistay fa qof oo maaragtay oo maxamed oo kale dinos la dhahay aa gacantiis qofkan usoo galaya maaragtay wuxuu weydinaya su-aashii maaragtay uu weydinaya wixii maaragtay ka bixinayaa dunio wuxuu leeya dinos aad baa u mahadsan tahay jazaka allah khayr waxyaalaha maaragtay ee iga jaahil bixisay alxamdulillah maaragtay waxa weyaan waa qaatay xaqii waa kana maaragtay hidaayadii waa kana marka lagu leeyahay maaragtay fa yani khayr weyn insha allah tacaalacafwan horta ka raal ah ummaddan ummad wareersan waaye ummadda markaa rabta inaad fiiriso dalkoodii dhibaatada jirto taariibka mashaakil waxaasaa la fiiriya waa ummadii ku daadatay oo redi macnaha waa baaba-san yihiin marka kuwii asdheen qurbahee joogaan oo xoogaa waxay barteen ayaga iyabaaba waali dhaqantaa ahbe waaba kasii daran yihin dadka magaalada soomaaliya joogeen ayagaa kasii daran bay war meeshan waxa laga hadlaa waxay tahay shiiqan intuu fakeray oo wuxuu go-aansaday dadka walaalihiisa oon diinta muslimkaysa inuu kusoo dumo waa qof fiyooro soo qaado meel ku beera waay adiga marka intaasoo kor istaagta aflaata waxaa ku haysaa shiiqoo fiiri fiyooraha inaad beerta laakin ilama saxna markuu kor kusoo fiiri ku yihaha ee sabab iga dhaadhici fiyoor meel lagu beer qalad miya maya laakiin qalad ma ahna laakiin xaggee laakiinta socotaa laakiinta xaggeeta horta laakiintaanaaba dhibta mugtaani waa maxay laakiin yacni waxaan ku yihi shiiqu labo ku dar afar soo maaha haa laakiinuu daba dhigaa qof soomaaliga waaba ka harno
وما حلاكين حتى نبرجمن لا والله وقت الأفر ووصل قرن إجهر ماش إجهر طب ش أبشر الأفر لكن مركز ترى هذا لكن هذا ومن ثم أفر حلا إله بأساسي الرسول كأساسي ما يوير دينوس لكن ولكن تشيز معي تمر هو بيجري وحان كلو أتسي شيء سوى ما حي مركز شيء عمر وقير الله كسيو مولا ردو كجرنا دو دين بلاوض أنا كان ديار بعدين ودريجي سنينا أنا واجعل ديبيت كا واجعل مسكح دين عالمين تيسو داد كان فرديد كا سو بودد داد كان هادو كوز جرلايف كا ها أم لين وقفل بينو حافظ جو ندا أصوف صفر كجر وهاي كتو كولوم وصعد بالكي وصعد كاليفورنيا وصعد وهالمر اسكا فيرنام أصوف اسكا سو قرام فان أصوف ميل أجيب كونو سانا في جاسي مرقاو ويناي أو باشتان ديلا دارولا أصول لجو وسكا سو قرام وحم فان قفوا بسارين يطسوا ميل هوتيل وكسو قلام فان بارسو جوك سو قلام مركز دد كان دد ما أهن إلا يهد الصومالي أنا والله يبنى ما أنت محاركة يحل قبورة الفاقي قبورة رجزة الفاقي سيدا أقيلنا وايبا دد كي انتي أو جاب معنا حسابته ودقاتي اللي هو الفاقي كون نولاين قبورة لو ديرو يعني يعني أنا كدلي أنا كدلي لفاضي ماشي أنا لسو صارمو مفاتا وحاس لنا الصومالي دين دي صول وحلا كجور نفلي متيا كجور تقدا وحيكا هذا بس دمشو لعنت قبور دد انتي قدودان فيري دد كان نور شغاكو ملا ديد وحلها ديد الفيس اجرت ديد لو حاجر مرت صول ديد صول قفكو وحو قدودا ان وحيالا لمسادة بسو قدودا قفكو وارلماني اذيك وصو مرر بوارلماني لسو عنا لماني سيد ان دد قبورها لقصو فايا غلط واي دد كان نوران ودي لها قفكو شغاكو ملا الله انو حريص قبرا لكفصد الله عافي ورد دد كان وحكا قبرنا ماي الله ساس سميه والإسلام مسكين من الجوهر جوكتر الحوجي نوم وريانا يقرؤوا قاتين الحوجي معناه وجدين ما هذا سينيا ما يا الله نبتره وك الله نبتره هذا الدعاء الجعلي مركز الصومال وحنلا ورولا ليالو عقل السمية مسك أحد ينتجية شيقان هولبو هيا وحبو بيريا حدادا أديك فيورا هلا بيرينو فيورا كلا جيس كيسكو بيريني فيوريس هبيري أنت سو كل استكتو هكو بلين أكو فولان إن هالين معنا مارتي شيقو محب بيري سميشان ما أنتنا فيور عيال ماتا فيورا محاوة حيتها هالين أذي وحبو أدونك كسو كردنا يا شيق شيق عمر وحبو واهو با أدونك كسو كردنا يا كهر مر لقدان هدول لقد كلم أنتكو هدولا انت سو أمضوضة جعلان لهم فانت والشيق يعني شيق يعني ليلي وهالنبيسان وهالنبيسان أفر إيشان خفف يعنا كجت مش وهالنبيسان وحالذين كده هلا مرمن ماذا استوى قلم بس شو قو بابل كأنه آخرنا يساي ده قلبي وين الحديث والله آخرنا بابل حلا آخره والله آخرنا قفل الدو ده حلا آخرنا حك الله حلا سمعنا ده قفل الدو شو عمره ما صدق يكون ليجي وق عشان عاو أنا إحنا قصنا قصة غير كده الله بارك الله أنا كل شخصيا دينوس هذا وكجعله ولا الكير تاعي إلى درسنا كجعله الله يعلم جعله الضاد رنتي معنا قفل حلا بده قلبي زنو كله بكت أنا قف قد عدى السادة وكلا إنسان كابن آدم كوجعلاني قف عن دلمني قف عين البرنامج والتأسيس برنامج كوا تروحوا ضدك سو أفكار سومالي وقال عن دين سلام كيسن ناس صدمت جساك الله غير واحد كلون عن كيسن وانقعد دبتوين بدن قال له قصوا عن له قد مجرى وأقول لك شيخ اسك جوجي الأولي وأقانا سومالي من فان لو بون خورك استحبون سومالي لقجر حكبي حكرا توما المتبادل بينك ومسد حس على تي في تفرشت كبه كره لج انا هل ارك سوين والله واقانا شي غير الله كسي كو دعينا اديك يرهكاده والدينتا دنبي ولا دافو عرورتاده يا حاسكاده يا قوسكاده الله كو بركيه ادبا ماست امين امين ان شاء الله جزاك الله خير ادم ما سنت محمد بارك الله فيك الله خير كسي ما شاء الله بارك الله فيك اوكي طيب ان شاء الله مولر كله وصوله بتاي هاي ديار متى هاي مولرو ديار متى هاي ام وكبعنا هذا كوسو غلاي ما دام مرتي حالي دود مال في عن ايده مره سمرتي انا جوي انا التليفون كايغ حماضي
طيب اوكي اقرا على هذا دمانتيني ضد مرت قعمه ودي تاغن اقرا على هذا دمانتيني ان شاء الله تعالى وقتي احوار مرتي كبير اوك السلام يا عمر مولا رسوده هو كقاضي صاحبه كان ساتها ايور في عن ادي انت ابو سلام في عن ايور حالته وفي عنها يعني ما شاء الله هذا كسوغاي هذه هذا عمر انا ساعات وكلا يعني اكو شيء في ملحن ها تلف راليس كان هولا بيزنس كا هذا انت جبته ضيف ضيف اي ور ما حدا يسوح ورا وفي عنا الحمد لله اني هو حلي ايضا ميل في عنا مريسو او حاجه حمار مرت التليفون كا حاجه حمار اي قرا له دمانه مرت اي دغيسنا اي مرت اي كلين اقرا له هذا مرت اي التليفون كا حاجه حمار كذبنا مرتي اسغدان وكلاضي صح وإيش شقي واي الحمد لله لكن لعله حلقيه انه غيرها ف ماشي انا هذه مرتي ان كو استاغني وحي اهد ان فيروس كو كو جري ان لوكس عتب كافر اي طبعا فيروس كمرتي شناد كاسا كهد ليني موضوع يعني أما توبي جمارتي ماشي أسبوع قصاب سنة وايو هذا وحاجة عد صتي وحد تري عمره وحد هذاي بوجان ولا بدلي تحريف بكل حي وحي محا عدين ما هيستع مركاسا هل عدين أو ما رتي ولي أون مد أو تصالة خفيف أكو سقاطي يعني وتصالة البدن إمارتي وحي على البدن ما ماشي كبو حل لكن مد وفضت يعني أون كو عدين كرا أمارتي عقل يا إمارتي على طول مرتي أقبلها ومد مرتي لوكس كجرو وين وحكو ده هاي بوجا مد بوجا هذه هي ستة وحكو قرن دمير باكو قرن ووقت كلام مرتي وحكو قرن ويل باكو قرن ويل دمير مرتي إسكومد معها وفرق بعود ده حيو قصامة داوي ستة هذا ده ويل كاجي بحلي هاي ويل كحو فهمه يعني ويل كيسي هاي دمير كان دمير وحيوان ويمارته وقرن أيه دمير يويلنا سكمد معها فمشكلة ده كلمة أها كمجر تمارته إن بوك جاجي أما بوك كلام مارته مشكلة كجر تمارها مشكلة ده ماشي طالب مل رو حتى هاي أرجعي ويان أما كلمة ده ويان أو عيسى المسيح أفكيس يكسر بحده ويان ما طلوا مارته أرجع مارته دمير ميا أما أرجع مارته ويل وهل بي نقنس امرتي اما ويل بويري اما ويري دمر بويري اوكي هذا دا لاداي وا دمر وين ما عدمه ايسد وا ما ما كو عدين كرتا وعلاده ها دمر وين الا انا ادي ما جوجن اننا ما جوجن وا ما مارتي عدمه ما انت مارتي او لدا وا كان عدمه هيغي وها هاي مارتي شيء او عدين او مارتي كو عدين ايو شيغان باكاسو بحي مارتي افكيسي ما قرت وحيالك لما مارتي ان كها هذا شيء وحويان وحكا هذا شيء موضوع مارتي وحكا هذا شيء ان سعاد معاد سعد بن معاد باك هذا شيء اصحابي قال هذا شيء موضوع اصلا مارتي وحويان لايف قوني مارتي وفرني وكهضني اني ادي ما فهمتي وادا ما استرني مارتي موضوع اس ابن مجرو ما فهمتي هدنا مارتي وحا كلي هي اي سؤال اكقبت اسلام كمارتي وحويان لايف ديار او اهي انا مارتي كسوير يعني ان يعني ان يعني ان يعني فري انا 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 مارتي لايف فرو او مارتي كدون ارنتي مارتي اسلاب هاي ارنتان باماني او مارتي يعني وحربا انا الي جاهل بحيو وحربا مارتي انا يعني انا وحكا اوغادو مارتي ديارك او اهي رنتان مارتي قلبي دائما مارتو كفرين يا حكلا اهلا وسهلا بكليه ما فهمتي غرغي وكفرين يا مولرو اوكي ما كبحدي وا كبحي مركه غوريسه وا كو سلامي وحن كو سلامي مقع ربي عيسى المسيح با كو سلاميا سلام تقالغي ربي جينا شرفت بدن با كو سلامي اديغيو انت كو دغيسنيسا فريندس كاغا انت خنيو انت في عم با وا سلاميا مركه ان حلي
waxaan ku yidhi markii ugu horreysay aad su-aalahan waad weydiisay amba dameer amba bibalkii waan kula eegi baan ku yidhi waxaan ku yidhi bar su-aalahaasi markii aan hawshaas la wadnay waan kula soo baari baan ku yidhi hawsha igu daa baan ku yidhi xalay uu kaa go-ay inagoonan ballan amba meel isla gaadhin mar dambe saaka iyo mooj waxbaan arkay qoraalladan muxuu ahaa aad soo qorto tiri iga raalli noqda oo apologize yani in telefoonkii kaa xumaaday marka waan ka xumahay arrinkaasi laakiin xalay meel fiican bay dooddu maraysay dooddu markaa waxay maraysay bar isla afgaranay aniga kitaabkayga waxaa ku qoran baan ku yidhi amba kitaabka quduuska kitaabka quduuska inka tuuska wada mid yahay marka waxyaala badan oo refreshin baa jira waan ka wada hadli doonaa waxaan ku yidhi waan baaritaan baan ku samaynaynaa dhib male in isla eegno laakiin almuhiima su-aalihii aan ku weydiiyey intii hore waan kaaga soo wada jawaabay oo ma garanaysaa waxaan ku yidhi waxaalihii kaleed lahayd maxaad amba arrinkan qur-aanka lasoo habeeyey ee ma garanaysaa lagu soo qoray sida fiican loo soo hagaajiyey reerka soo hagaajiyey waan kuu sheegay culumaan ka dhagaysanayey anigoo meel masaajid fadhiya waa waqti hore langside meelaha waxay ahayd waxay ahayd 2008 bay ahayd langside bay ahayd marka waxa weeyaan taas halkaasaan xalay kaaga sheegay laakiin xalay su-aasha aad iga qancin weyday aan kulahaa baalkii saxaabigii sacad bin mucaad baan rabay inaad wax faahfaahin iga siiso oo arrimihii ma garanaysaanba axaadiista ciddii ku amartay inaad hawshiisaasaan rabay arrimihii fulinta uu sameynayay saxaabigaasi waayo amarka iyo fulinbu isagu waxbuu fulinayay ma ogtahay sacad bin mucaad marka arrinkaas annagoo wadna ayuu naga go-ay oo ma garanaysa hawsha si fiican adigoo hawshii iga xaguu ku yaallaa atabaraani aan kuu soo qoray aayadaha veriskan aan kuu soo qoray buu ayuu telefoonku inaga xumaaday markaa dhib male marka kow marka ugu horreysa arrintan kale waa dhib male dooddeenu waa dood inoo socota dhibaato male waan isla wada eegaynaa laakiin xalay su-aalahaada igu soo daray tiina waxaan ku yidhi igamaad qancin bar arrinkaas iga qanci oo aan kula eege tiina xalay mashaakil baa yara dhacay marka marka ugu horreysa waxaan rabaa bar inaan kula eego mucaad baalkii sacad bin mucaad saxaabigaasi bal hawlihiisaan rabo inaan kula eego aan bar meel isla dhigno ayaan marka hore aan doonayaa kabacdina howlaha kalena waanigii xalay kuu caddeeyey ku yidhi kitaabkan aad ka shikiday muxuu ahaa amba nivyag amba qoraallada kala duwan ay ku kala qoran yihiin waa adigii igu yidhi adiga dameer iyo wiil iyo waxbaa ku qoran okay dhib male waa su-aal aad iyo aad u fiican waana soo dhoweynayaa marka taa waa meel baan kula dhigay waxyaala badan baan ku samaynaynaa baan ku yidhi afkaagana waxaan ka hayaa adigoo yidhi culimmadii masiixiyiinta ayaa waxay soo qorqoreen oo waxbay caddeeyeen oo yacni kitaabka quduuska lama aamini karo wax noocaas hadeer adigoo life ku jira waan yaro dhagaystay xoogaa inkastoo haddana telefoonna waan ku hadlayey haddana waan yaro waxa iga soo gaadhgaadhay oo ma garanaysaa adigoo leh kuwaasaasaa yidhi kaasna daliil baan kaaga fadhiyaa bar culimmadaa kuwaas ay yihiin daliishoodii iyo kutubtooda ay ku caddeeyeen amba meeshaad ka maqashay inaad ciwaanka aaday siiso ciwaanka markaan kulahay cumarow hana iga shakiyin waxaan rabaa wax walba ciwaano ay leeyihiin inaan wax walba kula baadho waan baadhi doonaa waxbaan kula eegayaa waayo si yaroo fiican baan rabaa inaan u wada hasheekaysano wada hadallo marka kolley ni fiican baa tahay inta dad aan arkay la dooday waa dad qofkii ugu sabirka badnaa baa tahay marka waxaan ku odhan lahaa marka horeysa waan kusoo dhoweynayaa marka ciwaanadaasna waad isiin doontaa saan kuula eego anna kuu eego yacni hadalkaaga waan ka yara maqlay kuwaasaa sidaa yidhi baa tiri marka taasina waa qodobka laakiin marka ugu horreysa waxaad iga jaahil kartaa arrintii falkeed xalay weydiisay adigoo kuu socdo ayuu telefoonku xaladii ku timiday marka bar sacad bin mucaad aan usoo jeesanno waxa kale waan ka hadli doonaa time baan haysanaa
waxaan ballan ku qaadayaa inaynu wada si fiican uga wada hadli doonno ilaa waqtiyo fara badan, maalmo fara badan, adugu waxa waqtiga doonto ha noqoto inaan si fiican u wada sheekaysan doonno ayaan ballankaaga qaadayaa. Oo ma garanaysaa wixiaad soo diyaarisaba inaad diyaar ma tahay aday tiraahdood ila soo hadashid amba waxaad bibilka ka shikado. Anna wixii aan ka shikiyo muxuu ahaa qur-aanka inaan anna kuu soo sheego. Marka taasi horta ballan baan kaaga qaadayaa oo waqtiyeenu haysanaa. Marka cumarow waan kaaga baxayaa mayga, waxaan rabaa inaan bar mucaad baan ka hadli doonaa. Sacad bin mucaad baan ayaan hadda waxaan rabnaa saxaabigaasi arrinta markuu waxbuu fulinayay. marka ciddii ku amartay axaadiistii xalay nambaradan ku soo diray bar marka hore inaad iga jaahil tirto aan kula ogaadaan doonayaa. waan kaaga baxay. Okay, aad iyo aad aa umahadsan tahay mullarow. kolley waxaan maragtay horey baa kuu sheegay, waxaa dhahay mawduuc hal mawduuc waxaan rabaa ma taqaanaa, waxaa jeclahay life markaa soo galo yacni inaan hal mawduuc ka hadalno, waayo dadka maragtay dad baan dhageysanayeen aniga adiga maaragtay waa inaa isfahanno weeyaan meel yacni haddaan maaragtay kun mawduuc hal mar isla furno waxa weyaan meesha maaragtay u maleemay maaragtay faa'iido badan inay kasoo baxayso. laakiin haddaan maaragtay hal mawduuc oo maaragtay focus saarno maaragtay yacni tarkiis oo maaragtay hal mawduuc kale fiirsaneeno waxa weyaan waxaa u maleynayaa meeshaas waxaa kasoo baxay maaragtay faa'iido inay kasoo baxayso. waxaa waxa weeyaan waa isfahmeynaa maaragtay aniga adiga maaragtay waa isfahmeynaa. masaladan ka hadashay runti ahaan maaragtay waxa weeyaan hadalkaygi wuxuu yahay mullarow waxa weeyaan cadeemaha maaragtay ay weydiisay hal cadeen keliya kuu keenay hadda oon ku saabsan maaragtay buugga Lucas cutubka 4:10 viruska ku jiro waxa meesha su-aasha waxay taala waxa weeyaan midkee weeyaan maaragtay ciise almasiix ku dhawaaqay weeyaan ama wuxuu ku dhawaaqay maaragtay dameer buu ku dhawaaqay ama wuxuu ku dhawaaqay maaragtay wiil buu ku dhawaaqay. hadda adi leedahay maaragtay waa dameer weyn waa ina cadeen la imaadid weyaan fa adina maaragtay kama hadlin hadda okay weyaan dhibna kama qabi waxa weyaan wuxuu cadeeyey inuu buugaaga maaragtay yacni wax laga bedbedelay ma fahantay. haddii kale haddaa leedahay maya wax ma laga bedelin yacni su-aasheedii ka jawaab oo maaragtay cadeemo la imaaw ma fahantay. mawduuca maaragtay sacad bin mucaad adi afkaaga waxaa dhahday yacni maxamed sala allahu calayhi wasalam asagaa amray maaragtay inaa dadka maaragtay la dilo. runtii ahaana maaragtay markaa maaragtay u laabatay buugaaga oo youtube-ka ah waxaa ku ogaatay inuu sacad bin mucaad maaragtay inuu aan kaa dhex galo sheekh xariifi baa kaa youtube markaa tiri waxaan la yaabay youtube may arkayn sheekh xariifi baaba soo qaato si toos u abaarayayba oo xitaa waa la abaaray moogtahay saxaabiga sacad bin mucaad aad baa loo ammaanay markuu kurka ka jarayay. markaa sheekhaas uu sheegayay oo aad iyo aad buu uga hadlayay xariifi si toos u cadeeyey laakiin waa lagu amray qofkii ku amrayna uu sheegay sheekhan sheekh xariifi la leeyahay ee sacuudiyaanka ee weliba muftiga khatarta ah. Firey dhegeyso firey masalada maaragtay anaga maaragtay ma haysano maaragtay dad oo maaragtay rijaalu diina ma haysano ma fahantay. sheekh Al-Curayfi wuxuu yiri iyo maaragtay hebelo wuxuu yiri daxadiis qof muslim hadduu maaragtay lacalla la doodaysid oo ku weydiiyey waxa ku dhaha maaragtay ila imaaw maaragtay cadeemo hala aadin maaragtay sheekh hebelo maaragtay hala aadin waxa weeyaan waa cilmi maaragtay waxa weeyaan buug war waxaa furtaa maaragtay fur buuggaas iyo buuggaas fur fii saxiix Albukhaari fii saxiixi Muslim fii maaragtay Muwatta Ibn Malik fii kutub maaragtay Almasaniid Altabaraani buu soo qaatay sheekhu oo aad iyo aad uga hadlayay magaranaysa ilaan sheekha brofeeladiisan furay farabadan culimo fara badan oo weliba culimada Soomaalida weliba kuugu khatarsan baa ku xidhan. waxba kuu sharaxay maaragtay iga qaado maaragtay hadalkan anaga agteen waxa weyaan alkul yu'khad minhu wa yurad qof kasta maaragtay waa laga qaataa waana waa laga celiya ilaa saaxib alqabr
مفهمتي وحوين قفكنا أون 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 يعني أون وحن كل عينون وحوين النبي صلى الله عليه وسلم يعني كمجر مارتي وحبا كقاضنا وحنا ما كقاضنا أي نبي قال مجر وحوين فمصادر الإسلام إسلام كمارتي صور سكمارتي وكقاط وامحي وحويان وكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبوغي الله سبحانه وتعالى قرآنك إيو الحديث حديثك إيش حديثك أنا معها حديثك استمرت إسك قاضنا أنا معها ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وحي صحيح والنبي صلى الله عليه وسلم أو يعني أن يعني أن يعني حديثك صحيح كما رتي لقى النبي صلى الله عليه وسلم هكذا مرتي يعني الإسلام أنت سوي مرتي ما فهمتي بعدين هو ما أنا مرتي الإجماع بعدين القياس مرتي وكذا لكن صور سكمارتك قاضي وحويين انت سوين فهذا كاعد صدقوه إلى إما مارتي عدين هيلا آذن مارتي عريفي أما هيلا آذن شخص شخص وين ما فهمتي فعريفي وحلاقيه وإنه هذا الكيس إنه سحسيني هاي حلاقيه أنا كقاطو هذا الكيس هدو سحسيني لكن هذا الكيس هدو خالفة مارتي كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وحويين وحقوصة ما أنا نروي به عرض الحائط هكذا مارتي علماء انت سبين برين وحدهن حضلك يعني هذو خالف وكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وحمارته كتورتين دربجة دربجة كجراعة حضلك يعني هذو خالف كذا مارته هكذا مارته ربنا العلماء مارته علماء ذا سام بمارته نور ربيين فهمتي وأنا تاس مارته أنا فهمت وين ملرو فأني أنا ده بكم قبيم فهمتي إن لكن وحنا كلية هاي إن في يوتشر هذا مارته قف مسلم له ديسد أمل الدو ديسد هسمين إن أرنتان هسمين علو قصلا ما فهمتي فأنتم سامدوين. ماي مدام ميسن وهذا الكاجا بتنام فهنتي وهذا وحوين هذا هذا وحوين وحيلقى شيء سعد بن معاذ قى شيء أنا ومارتي وحكاوي دي مارتي. عمره عمره هذا يودي حالي سعد حكم كم قرن يس حالي مركب ورا سو واحد سو يدي سي أرمع جيب يوتيوب كات قى شيء باتري مركا وانكوش يعني وانكوش أرمع هذا سو ويدي أرمهن أو مقرن يس marka youtube ka live ka kasoo galay ee sheekh Uraifi oo hadlaya oo ka hadlayay oo ka fatwaanaya een hukumki fulka lagu fuliyay ee muxuu aha dadkii muxuu aha reer Banu Qurayda ee meesha muxuu magaalada Madiino ee hukumki lagu fulinayay cidii hukumka ka dambeysay iyo siday wax u dhaceen ay markan soo qaatay ayaad aduuna live soo gashay waad ka hadashay saas u jiraan waliba ahli youtube muller youtube battery YouTube kana waxa ka hadlayba sheekha ku sheegay Uraifi Uraifina waxaad moodayna diiradii dantahay hal mid waxaan ku sheegaya waxa weeyaan wuxuu magaransa Uraifi isagu kana hadlin waxa uu jeebadiisa ka keenay ma aha sheekh Uraifi wuxuu ka hadlayay arma jira oo wuxuu soo qaatay kitaabka Tabarani uu soo qaatay ahadiista aayadaha ahadiista caadiga qolimka uu soo qaatay mulro kara la waan ka dhex galay marka sheekada ma badin laygu qosli maayo hal fiican waxaan ku weydiyay siir qurux badan baan kuula doodaya hana iga boodin xalay badi la soo qaalatay adoo iga sii jawaabaya sheek le ayuu mooji uu go'ay I don't know ma garan karayo uu ka go'ay waana ka xumahay marka taas aan ka waday ma aha wax kale ma aha si kalena hay fahmin ilaan wixii inaan wax isla faan waa muhiim waan ka dhex galay karaan igana raal noqo هذا marka ku leeyahay maratay sheekh Uraifi marka ku leeyahay ani yaani wax oo maratay kuma dhahay maratay sheekh Uraifi ka soo horjeeda ama ma fahantay agteena wax weyn ku dhahay al kullu yu'khad minhu wa yurad yaani qof hadduu maratay sheekh yahay ala ar-rais ala al-ayn wa ala ar-ras ma fahantay wa ihtiramna madh hasana ma fahantay laakin hadduu maratay hadal kiisi khalifa maratay kitab Allah wa sunnat an-nabi hadal kiisi halu tuuray maratay yaani darbiga lagu garaacay ma fahantay فهذا الكي وحكا وضع مثلا هذو شيخ مارت اقوله يا وحكا هذا مارت سيرة النبي صلى الله عليه وسلم اوكي فهذو كو شيخ شيء ومارت سيرة كجرن هذا هذو كدر صدو يعني رنت انا حلي هذا الكلام وين هذا مارت زيادة وين لم يثبت ثابت معها ان شيء ومارت او صحسن معها كم سجن مارت ان حديث النبي ومارت كسو ارور النبي صلى الله عليه وسلم هو صحسن كمجرى ما فهمتي فهذو كدر صدوا مرتين هذا المرتين أو زيادة ذو كدر صدوا وهذا الكيشيخ وين أصلا مرتين مرتين أكت هاي أني ما يخص هذا مرتين شيء قال مرتين زائد ما يخص ما فهمتي ساس مرتين يعني هو قام منهج كمرتين يعني منهج كلرب مرتين أنا كسر عتدوا محي ومجهد منهج كوي منهج كان ومنهج كمرتين باعت كويا هذا يا بوقت بو
هذا يا مفهمتي ولا يا بوغاس اخري ماشس ايماشس وراقدس ومرتي وحاسه كقرن وحديث كان مرتي وحان شيغاي مفهمتي ان فارنت مرتي كبح مرتي عريتي بايري ان هبلو بايري مرتي كذا مرتي وحاس مفهمتي اوكي عريتي اوكي عدد مفتقع عدد مفتقع عريفي دي دي وان كانت دي دونا عريفي هل كان سندقي دونا انك رسول لكن عدد وسوع العلو سفيري هذا لك اي وسوع العلو سفيري وان كانت دينا مفتقي واحد دي دونا وحا كل شيء يقول ما رأيك هذا لك مدى ميستي عدوكو مدى ميستي وحا ربعين ان بدل بدا هاد ليسي مدى ميستي مركا شاكد ان اوكي وحا كنت بغينا فيري فيري waxa ku goob gabeenaya hadda anoo hadlay maratay iga dhex galeysa ani waa ku dhageysanay fiiro iska hadlays waa hadlays waa hadlaysay kun mowduuc afurtay mowduuc maratay in saacad macaad afurtay mid maratay in waxa ka bilaawday maratay bible ka bilaawday kadibna maratay waxa in ulta markaa maratay waxa ku soo laabtay maratay bible ka ku soo laabtay iyada maratay su'aashi maashi ku taalay fahmaan okay waa waa waxa maratay ka habashay waa aan soo ku dhageysanay ma fahanta hadda mowduuc waxa su'aashi maashi u dambeeyso waas maasho u dambeeyso waxa weeyaan mullaro waa kana diyaar ba ku ahay waa maxay mowduuc rabtid ina ka hadashid waana maragtay waxa dhahba mowduucana raba ina ka hadlo wa ina maragtay ballan ina dhahdid waa maxay in mowduucan kama baxayay mowduucan ba ku dhagnaanaya hadda ada iska leh sheego mowduuc rabtid ina ka hadashid ana ballan ayga tahay maragtay mowduuc kale ina kula aadin موضوع عسكري كهضلينا ما فهمتي وحويان ان شاء الله هذه لا بس عم اوكل ميلاتها هي سنه ان شاء الله وقتها هي سنه فهذا اسكلي مايك هبل عمره واحد مودا اني نوس يرا موجي وحياله فربدان وحان واحد مودا ان الناس كفاهمين لكن وحان اقول لها انت بدن حالي waxaan ka hadlaynaa dood meel bay meel fiican bay noo maraysay hadda adigu waxaad ugu tiri mowduuc aan ka hadlayn inaad meel kale hayna la marmarin battery anu meel maan marmarin ma garanaysaa meel aan maray ma jirto isla mowduuci xalay baan ka hadlaynaa aan ku weydiiyo xalay adii baadhaysay kutubtan ka sheekeynaynay adiga laftaadu mowduuc kalaad xalay la gashay laakiin mowduucaad xalay ka hadlaysay waxay muller youtube-ka waad xasuustaa waad ku soo qortay ciwaankaaga way ku jirtaa profilekaaga waxaad soo qortay xalay muller iyo youtube kaba tiri waad soo qortay ka bacdina dood ayaad meesha aad ku qoratay dhib male waa adiga wax marka youtubekana waa youtubeka habeenka dhaweyd aan ka dhagaysanayay muxuu ahaa sheekh cureyf aan ka dhagaysanayay muxuu ahaa cinwaankum ku saxa cinwaankum ku saxa in yari dhagayso cinwaankum ku saxa bis waxaa ku qoray jawaab fiican iga hoo muller youtube aw youtubena wax ma ku taraayo okay what okay wa sah wa arin fiican wa arin fiican marka youtube ka waa waxa la jeeday next one one fahan sanahay waa yaba dhawad youtube ka waxan ka soo galay anuu xitaa waxan soo sameeyayna ma aha ahadiis waxan ku soo dalishaday hadda xalay ahadiiskii aan ku dhiib waxan ku dhiibay aayadii waxan ku dhiibay arimihii aan ku dhiib buuga eeg tabara oo tabarani qoray waa buugan uu soo qoray muxuu uu ka hadlayay muxuu ahaa sheekhan cureyf uu ka hadlayay buu ahaa si toosuna u caddeeyey oo waxyaalo badan baa lagu ammaanayay muxuu ahaa saxaabigaas saxaabiga xukunka uu fulinayay xitaa tabaraani baalki muxuu ahaa sheekh cureyf wuxuu sheegay in ilaahay agtiisa uu qabtay wax aad iyo aad u qurux badan oo fiican oo laga ammaanay buu ardu sabcu samaawaad markuu hadlayay waan dhagaysanayay inkastoo af carabiga aqul laakiin af ingiriiskan way fasiraysay marka wax been oo jeebadtu isano kale muu iman sheekhaasi laakiin waxyaalo badan buu sheegayay xalay imika adiguna waxaad ku leedahay meelo kale nala aadin okay waxaad fiicnayd adigu markii xalay waxaad ugu tiri adaa meel kale la aado waxaad i soo qaadatay lucos baad soo qaadatay idhegayso aan ku yara mullarow mawduuca horta noo doorob mawduuca rabta marka inaa ka hadashid okay maya in yar baan rabaa adiga hadalladaadi haddada ku hadlaysa baan rabaa inaan xoogaa aan kaa yara saxo oo ma garanaysaa ha laakiin firi firi waxaa dhahdaa firi idhegeysoumarow horta in yar dhegeyso aw youtube baa tiri aw youtube youtubekana waxaad ula jeeday arrintii aan soo qaatay reebanu qurayda sheekadu taas ahayd adiguna lucos baad la gashay dhib male eeg haddii aad bibleka ii soo qaado waxyaalaad ka shakido soo qaado noya testamentka iyo alt testamentka amba axdiga hore axdiga cusub soo qaado mullaro usoo diyaar garowdhe waan kula doowacaa dhib male laakiin xalay
هذا سؤالها سوقاتي مركين وانا دي ويديسي أرمان كلام حوها مع مركن القرآن ككاد ليه واحد يسوقاتي يعني هو قفل الضوء ضيع كبعد واحد يسوقاتي حتى نعرف توان كذا شوابي عرفت ربنا قريتنا يجي شوابان كوري حالي مشاكلات بعد عي حق التلفون كا حتى الموضوع كلا دي لقى شيء هاد مركان وحن كله وانكو في هنسنة هاي موضوع عن ربوينا تعاو عن كهذا الله وحن ربا حكم كاسن دوني يا معاينا كوشوكا بتبينو سعد بن معاذ سعد بن لورنجري ايان ربينا نسلقو قانو سلب بعدنو ارقا محرك قبطا اوكي دادكو اكو مقلوين انا نو اكو مقلي موضوع يعني كهذا لدونا وحويا وموضوع مارتي سعد بن معاذ ويا ها بس حسنا سعد بن معاذ اوكي وحميشه ما ركتي سعد بن معاذ وحويان موضوع كلا الى ما عاديسد فيريا هذا ما ركتي دقائق سفيعان وفرو هاي الاستعمال ما ركتي ان في علم المنطق وحالي ما ركتي وحاجرا مغالطات ليرادو مغالطات كان وحكمت تاع ما ركتي تغيير الموضوع يعني موضوع لبدلايو وحويان من مغالطات منطقية وين ما فهمت إذا مرتين علم المنطق أجرنا عين فهاي الاستعمال مرتين شيء جالس هاي الاستعمال مرتين موضوع دورتين موضوع أنا وحكوسة بسنيها هي سعد بن معاذ ويان أوكي لكن أوكي هكذا حقلو لكن هدي أي خلافان بركور الموضوع عن أنا وعن أو شيخ وكشي كيري يي كاغو تيس خلافان مركا ما هي لك كلمة بدلة مركا ما لقي يا بينا دادو كاغو أم بكتاب كذا يستوين وبين شيء كريو يفهم ملرو يفهم وحكوا لي هاي موضوع حكاها دونا سعد بن معاذ حكاها دونا هاي دين ماركتي موسكا الصومالي وموسكو قفي عن ويأدونك ماركتي موضوع ماركتي موسكا وموضوع قونويا سعدنا وموضوع كلويا ما يفهمت هذا صح فوحسا كوضا ساحبه اوكي هشيس انا يا ان شاء الله تعالى ماركتي وحكو هشيني هالموضوع كلينا كاظرنا طبعا نجلسن وين وحوينا انا اسفه وين اني اضي مارتي ضدكنا وحرم ان كفى اذا استمرتي ان موضوع آه لكن موضوع وين وصوافق وين وحن كهدلي هي انت حكمك انا وحن هي حديث كان هي اعتسب بولي هي والله امري سعد بن معاذ وانا موضوع اي سوجيتا تا كما بحينه وانا اسوافقان حديث كان هي تبراني وشيغي ان كا ان يادوكاد هيسو وانا اسكمد نقدان او اسوافقان ما حكوض اسكمد انا قضان وحس ما حكوا ده أن هذا الكايرو أنت عم مفهمين يعني وحاطري مال كله هيلكل باتر موضوع كله حتى إيش كميت نقوى أيام بالله كوكو خمسة ده ور مولرو موضوع كهذا الدوانة وحويين سعد بن معاذ وين سعد بن معاذ أرنتيس باربارينا أسبهنا أنا أوكي صاحب حديث كهذا سيف الطبراني ما فهمتي يعني بمعنى وحويين حديث كان شيء هو سيد هرت مارتي حديث كان أنا أرجن وين وام حمارتي حديث كان حديث أو صح سمية حديث أو مرتين صحيح مية أما حديث وحوين ضعيف مية حديث مرتين منكر مية حديث مرتين يعني الدرجة دي سواء محي تحقيقي سواء محي ما فهمتي تاسوا أرن أو مرتين أرن أو يعني ما أهم مرتين أرن كدوا بمرتين موضوعين ما بأهم وش قذا مرتين أن سمين دون وحوين هذا الكأكل هاي ما هذا صح سمية أما هذه مرتين وحشيو وسيد وحال هذا وحال هذاي يعني النبي صلى الله عليه وسلم مركو مرتين سعد بن معاذ فيري مركو سعد بن موضوع عنكودة موضوع عنكودة يو هوش هذا قال واحد يسوي صارتا الطبرانية حديث كولية هاي فولم كسيدات بيج كسيدات صدنا انت يا أخي بس وأنا كأوان كودة يعني موضوع كبح منه قصعه أوكي بوجا الطبراني وحمارتي عليه هاي أكثر من كتاب ومرتين ألفين يعني علماء وحكوت الماما إلى تضبعات إلى حبوب ممارتين مؤلفات في سيجارين ما فهمتي وأشهرهم مرتين تفسير وأقدم مرتين تفسير وحوين تفسير مرتين طبراني ما فهمتي بوجا كاد نوسد وحمارت يعني في لا يا وحي إلى طاي متقان متقانا أيوة ده اللي كنت أنا دك فيه بوجا كاد نوسد أدي ومعجم المعجم وين المعجم نمارتي وسدح وين المعجم الكبير كون إيو المعجم الأوسط إيو المعجم مارتي الصغير حقيه وين بوجي وين إيش قاضي وعلى ذا الطبراني حقيه وين سحبه حديث كلي فيري وح يقول فلان كلي هنا إيش شفت فيري مولا رو إذا جيسه
waxa igu filan kaliya inaad ii sheegtid waa maxay maaragtay xadiidkan muxuu ka hadlaya. Anaa kuu sheegay waxuu kuleeyahaa xadiidkan ugu jira, xadiid kale ii sheeg waa maxay muxuu ka hadlaya ii sheeg. Runtaan beenta ma xasuustay, ma aqaanay muxuu ka hadlaya ii sheeg. Muxuu maxaa ka fahantay xadiidka xataa yani ha ii sheegin binas kulley maaragtay af soomaali kuma qoran, waxaa u malayna af ingiliish buu ku qoran yahay. Af carabi af ingiriis buu ku qoran yahay. Isagoo af ingiriis ma kuu soo diraa? Af carabi ii soo dir. Dee waa wuu fasiraya, laakiin adigu maxaa kuu diiday inaad kitaabka inoo baadho inoo eegto ilan sheekhii kaa weynaa ee kuanabu akriyaye. Okay, mular curef muxuu akriyay markaa uu bas muxuu cabdi فيري دقيسو عمرو دقيسو عمر صاحب دقيسو صاحبو دقيسو عمرو 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 صاحبو ما يير دقيسو دودا مرن مرن كاسكدا فيري مرن كاسكدا صاحبو وحال هذا طبراني اخري طبراني كسو قاد بعدي وحاربت اللغه ده مرت انا كلها هضو طبراني وحو سمي سدح بان بو كو سمي اوكي طبراني فرباي لا بهاي بو جي وين هي شيخ هذه اوكي وحا سميسا waxaad ka dhex baartay adu volume-ka ii eeg page-kiisa war saddexdoodi volume bay leeyihiin, saddexdoodi volume bay leeyihiin. Mucjim alkabiir, mucjim alawsat, mucjim alsagiir. Reebbani qurayda iga baadh xukunkii lagu fulay wuu ku dhex jiraa. Reebbani qurayda wuxuu ku jiraa mucjim alkabiir buu ku jiraa, mucjim alawsat labada buu ku jiraa. Xagee ka baadhayno? adigoo maasan bas fuq xukunka iyo wixii lagu fuliyey inoo samey inoo baa adigoo isdejinaya. Hadda ma fahantay boontigayga ma fahantay mularo marka ku leeyahay iishewaa maxay maaratay xadiidka maxaa ku qoran iishe anaa maaratay ku dhahayba murunkaan aawadid maaratay iska daaniyo mularo ma fahantay cumar waxaan kuu sheegay cumarow cumar muran ma wado anu waxbaan rabaa inaan kaa faaideyso kutubta xareenin inoo soo baadh uu ku jiraa xalay waa sheegtay waxaad tiri atabaraani xagee ka baara xagee ka baara ma kan weyn maa ka baara, kan dhexay maa ka baara, ama kan maaragtay yar maa ka baara, kee ka baara? Saddexdoodi waa saddex buugaag oo maaragtay atabaraani iskale weyn atabaraani saddexda iskaliile ma qorina. Culimmadu waxay dhahaan ilaa 76 mu'allaf buu maaragtay qoray Abalqaasim atabaraani. iyo fatwadiisa marka hadlay horta maya dhegayso idha cumar ha qoslin waxaad hadeercumaro waxaad hadeer tora kelmadaad ku hadlaysay xitaa curayfi hadduu wax soo qaato aanbaaday wax kasoo qaad noqdaan aanbaaday waxaasi wax kama jiraan yihiin waa in layska tuuraaba hadeer hadaladaada ayga hadda xusuuso waan kaa qoray hadalkaaga hadeer saasaad u hadlaysay ma garansa cumarow marka adiga iyo curayfi curayfi baa khatar ah haddaan aanu ideeg anu waan kala qaadnaa culimmada adiga iyo curayfi sheekh curayfi baa khatar ah oo weliba waa mufti ciyaar maah waa mufti halisa weyaan halis oo aad iyo aad fuqiga yacni ugu talax tagay weeyaan markaanba ay noqoto shareecada uu khatar yahay marka maxaad u diidanta isagaa noo akhriyey marka adu maad soo qaadid meesha ma garanaysaad noo akhridida xukunkii lagu fuliyey reeban qureda soo qaado bejka waan ku tusay isaga xitaa ayadahan imika page-kan aan hayo qoraalladan waa qoraallo ma garansa uu ka soo wariyey muxuu ahaa atabaraani uu ka soo wariyey weyaan marka maxaad u diidan tahay cumaro please aans maqallo noo akhri noo soo bandhig aansula ogaa nabar xukunka ciddii fulisa adu waxaa tiri xukunkaasi maxamed ma lahayn ee waxaas ka lahaa sacad bin mucaad sacad bin mucaadna dee waa saxaabi mida ka tab sheekh curayf wuxuu sheegayay isagoo xadiista soo daliishanaya atabaraani uu soo qoray wuxuu sheegayay in xitaa la ammaanay oo ilaahay ammaanay xukunka lagu fulinayay reer bani qurayda muxuu ahaa hadda lagu fulinayay waxaa wuxuu yidhi yacni waxaa laga ammaanay oo ardu sabca samaawaad baa yacni laga jeclaaday waxaanu sameeyey saxaabiga la leeyahay sacad bin mucaad marka dib male inaan kula eegaan doonaya hana xanaaqan cumar waxa weeyaan meesha dood baa jirta xanaaq ma jiro xanaaq ma jiro xanaaq iskii low marka noo akhri please يعني ما لمستي ها هذا كنت داي
اوكي اد بام حسنت صاحبه صاحبه وحمارتك اركي ملرو يعني شخصي يعني شخصكم اللي ما فهمتي انت فكرك لكن كهضله وحا وين وحمارتي وحا هيصتا ميلبا مرتي قبل سنهسا وحليه بهي حدك اتصال اهان وحوي وحليه بهي يا اخري يا اخري صاحبه حقك واخري يا وروح على بقى طبراني يا اخري ورمي طبراني مرتي صدح بوقك بوين مرتي يكبن ان ابو قري مرت حقك اخري يا ورني واخري وراخري اوكي حقك اخري يا نو ايتك بوقا ما كاخري يا اوكي عم بوقا ما كاخري يا عم مت كان كاخري ونو حقك اخري ما يفول يمك تدي ذا تفر ورفول ورسد ور ورسداوي اني مرت حوا مرت اوكي نحرس اوكي اوكي شيخ صدقي وحمرت يدرس مرت هو شيخ عبد با يدرس ورني حوار مرت بل بل وروح كلها باكو شرحي قولي مرتي وحا كدي قوسا قفو مرتي اون وح فهمين اس كدي قوسا مرتي ملرو ترى لو مرتي ملرو اوكي شيخ اسدجي هل ميت بانكا اوكي تا اسكبا داب اوكي وان كان دينيا نكن اوديغا وان كان دينيا شيخ 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 عمر دلكا اي دغيس دغيس فرصه اسي فرصه اسي والله وا كو دغيسناي ملرو وا كو دغيسناي فرصه اسي وح باكو شرحايا وح باكو شيغايا وحا كو دحاي ان تبراني أنا كما عبسناي دين تيدي الشيء أو كجر مارتي كما عبسدي ما فهمتي دين تيدي كما الشيحي كما عبسدي الحمد لله فضل من الله سبحانه وتعالى مسلمين دان أي كما عبسنا مارتي دين تيدي واحد كاستمارتي دين تيدي كجر تمارتي عادي ولو ونو يدين كرا مارتي قفكو نو يدين كرا وكجبا بينا ما قرتي ماشي وحويا ماشي ايدرتي ومجيدي رنتيان مارتي واواي ماشي مارتي كجر واكسواي ما فهمت انا يمشي يغوس يمدو هوس مارتي كير اما كوي هذا الكاس تكبح فيري اوكي واي اوكي وحير 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 شو وحبه مرت مو شيء اوكي 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 انا كوسو غابنا هذا انا كوسو غابنا وحتري يعني قرن ادي وحا كفهنتي شيخ العرايفي مارتي مركو سعد بن معاذ مارتي اون حكم كمارتي سو صاري ما فهمي رسول صلى الله عليه وسلم حويري ما فهمين عرايفي عرايفي عرن حقيقة بو كهدلي أو رمبو شيغي حقيقة بو كهدلي ما أنا وحبا ما فهمين ما يدقايسو عمر هخلطمين شيخ عرايفي واحد كفا أنت بالله يا دهاي شيخ عرايفي عرن خطرة وحبا كهدلي رمبو شيغي رن وليبا حطأ وأنا أهل سنة آدن وأهل سنة هاي اوكي اوكي هذا الرنبو شيء اوكي واحد كفى انت يا ابو الغيابه ورا اذا جايسو اذا جايسو يا اخي انا كوسو غابناي بها ارن كدن انا كوسو غابناي اوكي وحان دودا محمد مرن كان مرت اودد انا مرت كوسو غابناي اوكي وحلا بهاي يعني كسو قاد بمارتي عريفي ما انت وحو شيغي مرت انه سحسيه يعني رنت انا الى هذا مرتي ما كان ماشي كاد لوسد لكن وافهمي حديث كاد لوسد وافهمي ما فهمت اوكي ما دي شكت حتى فانت ما دي شكت ما صو من الآخر ده يا صاحب إيش قلت كاتونية ما إيش قلت نيو وين السجن وين مارتي هذا الكي وانا مسترنا كده هذا هذا مركز تمركز هذا مارتي هذا الكي يدرسا ملك الإيجينسا أوكي وحكون هاي يعني إن حكمي جم مركو مارتي صوصاري سعد بن معاد ما مارتي حكم كصوصاري نبي جنا مركو مارتي إن حكمي جنا مارتي أن أويري يعني بمعنى وحويان وحودها يعني حكم كمارت أو حكمتي وهو وافقي حكم الله سبحانه وتعالى صح هذا الكلام ما هذا المارتي هذا الغلدميا يعني ما أنت مارتي هذا الكو سعد معاد وده هاي تلو مسكوب بدلا يا إن مولا روحو يري محمد صلى الله عليه وسلم اسغا حكمي سو صاراي ما انت ملغي يا با مارتي هبلكي او مارتي او ميش اسكو قرن يو هبلكي مولر اني اسكو ميد نوقدا ملغي يا با معقول ما هنيو وايو مارتي مولر هبلكي سو و دحاي محمد صلى الله عليه وسلم اسغا حكمي كسو بخاي اسغا افكي سو كيري بو دحاي ميش انو حكو قرن سعد بن معاذ اسغا يري حكمي انا اكتي سو كسو بخاي لكن النبي صلى الله عليه وسلم حيري حكمي قال وحو وافقي مارتي حكمي الهي بوافقي ما حد مشكله كجبت ماشي انا يمشي ما دم ميستي وانا ما استها اوكي ارتبط في عنت نور احسن باتي ادي اد بان قف في عن باتي لكن هدر وديره كلاتي دب مالي اوكي ما كل ما كلان ما كلان مولا رو مو كلان وادغنا هاي واكنا وقسلو ويا لكن خوير واجي يا بسي مفهمت واجي يا بسي ميا كامية ميا حقيقة ربع واحد روينا حقيقة كلير أوجادو أو حقا مقراص وحير كله إيجو أوكي عمر فدي كندور المارت سكيلو
Soomaali badan oo masiixiin naga cararta baa tir waan ka cabsoon la hadii aan cabsoonayo oo nin gabanayo aan ahay laakiin taasina shaqo kuma lehide bilaadanku isku mid ma ilaahay si kale u kala abuuray bilaadanka isku dhaqan ma aha shanta afrood ma sinna haddii qaar ka soo cabsoodeen aanu ka cabsoon maayo moogta waan kula dooday oo friends baan kula ahay haddii aad u gaariyin anu ku eri maayo oo markaas waa kula xiriirsanahay saaxiib baan ahay dib male inaan wada doodno wax fiican laakiin Cumarow waxaan markii hore aan doonayay okay kutubta ka baad baad ruwadii kutubti soo ka saddex kutub aad isoo qaatay u leeyahay tabarani u leeyahay okay dib male haddii aan ka baad gudubnaba iskaba dhaafa adigu sidaad u aaminsan tahay haddii aad noo akhrin karaysid muxuu ahaa muxuu xukunka ma soo laabtay maashi baa soo laabtay haddana demayay aan ku fahansiiyay dhageyso ani adi waxa ku dhahay okay waxa ku dhahay dib malaha ku dhahay okay day dhageyso horta dhageyso fahan Soomaali baan ku hadlay fahan waxaan bar wixii kale ka gudub baan ku hadhay haddii aad waxa tiri kutubta iga tusba tiro saasadii soo wada saartay okay dib male okay waaye adigu sideed u saad u fahansantahay ama xadiiska aad ku fahansantahay xukunkii lagu qaaday muxuu ahaa reer bani qurayda barn wax nooga cadeeya siday wax u dhaceen haddana xadiista noo soo qaadatood noo akhrido oo aan dadka aan wada dhageysano waa wax muhiim ah aan kaa qorqoro intaasaan yacni aan doonay inaan ku weydiiyo hana iga xanaaqin waayo waxaan rabaa inaan ka faa'iideysto ma doonayo inaan magaranaysa bilaamacni kuula doodo waayo bilaamacni kuulama doodayo markaasaan uma jecli bilaamacni dadka kuulama doodayo marka waxaan doonayaa inaan ka faa'iideysto bal waxaad noo soo qaadaa bara xadiiska aad usaad u aaminsantahay xukunkii reer bani qurayda sacad bin mucaad iyo hawshiisii anigu tan xadiiskan aan hayo haddaan kuu sheegay aad ka meeraysatay maxamedow waxaa kaa soo wacaya maaragtay messengerka kaa soo wacaya bal suugba maaragtay waxaa soo dhexgelinaynaa maaragtay diinusa soo dhexgelinaynaa saa maaragtay xoeer maaragtay waxaa meesha ka jira umalaynayaa isfaham yar maya dhegayso isfaham iswaan isfahamina dem isfahamuna ani adi maaragtay waxa weeyaan ma aqaanay hadalkay ma kusoo gaarayo umalaynaya maaragtay maya way soo gaadhay adiga moojisi yar u yara waxaysan ma garan karayo kusoo dhima laha Cumarow waxbaan kala faa'iideysanaynaa ha cabsoonin anu taan kugula talinayo waxa weeyaan waxbaan rabaa inaan kala baranno waxbaan kala faa'iideysanaynaa cabsi meesha ha cabsoonin hadda waxaan kaleeta kaa doonayaa adigu saad u aaminsan tahay iyo axaadiista kutubtan aad hayso xukunkii reer bani qurayda lagu qaaday ma noo akhrin karaysa adigoo mahadsan xagee akhriya xukunkii reer bani qurayda lagu qaaday adigu saad u aaminsan tahay yani xagee ka akhriya daadu taad aaminsan tahay imika waa diiday waxaad tiri xaguu ku yaallaa baa tiri aad tabaraan waa iska indha tirtay marka adigu saad u aaminsan tahay bar noo sheeg ileen adiga qaar kaa cilmi fara badan oo kaa muftiyeysan baa sheegaya oo soo qaatay aayaddan imika muxuu ahaa axaadiistan haddaan kuu sheegayay marka adigu sidaad u aaminsan tahay ma nala wadaagi karaysa adigoo maadsan hana iga boodin ilan waxbaan ku su-aal baa ku weydiiyey okay ani firi waxaa haysta maaragtay xadiid an caaisha waxay tiri maaragtay usiiba sacdun yowma khandaq okay xadiiska ii sheeg adigoo mahadsan noo sheeg waan kaa qorqori doonaa waxaan rabaa maaha bilaa macni kulama doodayo cumarow waxaan rabaa inaan wax lagaa aan wax isla eeg eegno marka xadiiska noos ii sheeg ii yeedhi waan eegi meel baa ku qoranayaa marka si aan hawsha aan isla eegno adigoo mahadsan arrinkaas aad u qabtaa mise okay waa kana xadiidka maaragtay kusoo saaraya ii sheeg xadiiska kitaabka iyo cidda qortay sheeg marxaba insha allah halkan soo dhigaya maya ii sheeg
ishek kitabka ishek sunankiisa ishek aan kula eego rebban qureyda baan sheegayaa marka sahih al-bukhari fi sahih al-bukhari okay sahih al-bukhari haye sahih okay ورقم الحديث وحوان سدح كون إيو سدح بقول إيو لواطني كو أنتو بكم يا مسا بيجكا حديث كنمبر كيسي أوكي حديث نمة أوكي وإمسا حديث نمة إيشك إيشك نمبر كيشك سدح كون إيو سدح كون إيو سدح بقول إيو لواطني كو إيو okay okay manoo dhamayn kareysa waa xukunka sokuma wuxuu ka shakeen soo maray ban qureyda iyo arimahaas aan ku sheegay ha hadithku waa macruuf weyn maratay maratay ku quran nabiga sallallahu alayhi wasallam falamma raja'a ar-rasul sallallahu alayhi wasallam min al-khandaq ghazwat al-ahzab wuxuu maratay wuxuu dhigay hubkiisa ama silaahkiisa buu dhigay faqtasala fa ataahu jibriil وقبل سنه مركوق بيستكب بعد وحاول ماضي جبريل بقول ماضي وهو ينفض راسه من الغبار سوق مرتي مدحي سوانت مركاس وحيري قال وضعت السلاح يعني وحدقتي هبكا غدغتي والله ما وضعناه اخرج اليهم ابح باليري وحلو امر انه ادم مرتي بني قريظه اوكي ف وحالي ري مرتي فاشار الى بني قريظه فقاتلهم رسول الله رسول صلى الله عليه وسلم هو آذي مرتين بني قريظة آذي وحكو سمي حصار بوكو سمي ذاتكي يعني حصون تيوضي بيكو ترين يعني لكن ويكو ترتا سوما ملايك توب كيولي ميت لكن ويكو ترتا سوما ويكو ترتا ها وكو ليه بعض ما فانتي واتكير نوغو صور علي ملايك توب كيولي كب بودين كلا واتكير بودين يا اخي كما بودي مرتين حديث كدن مرتين ماشي هل كان عادي قنية وحكي بودي مرتين اوكي باية وعاد واكو دقائي سنية يعني انت انا دو قدرت اللي ملايكتو دقال بيكو ترين موقتاي مهوكي مردقين باكو قرن عدو حيوين جنة محا مرتين محا مرتين شرما سمتا مايا حديثكو صحيح وقرية حديثكو كوكمتي تري يعني واحن وحديث ويان لكن ملايكتو هبك مردقين هكب بودن لما لايكتون هو كويس ده تيجي من موقتي سبحان الله يا أخي حوار مارك أي مرن وأسكت عشاء مارك أي ما يمشي عمره مشي مول رض هذا مرن شعلك هو ما يمادين لكن مرن مشي علي ما قرر زقف في عنه وأنا أقسم بعطاي أو في عن أو ما قاعد يواكب دلها مول رك مو بحنا عقوب حنا مرن عقوب حنا مرن ما بعرف أوكي ساد توقع أوكي ساد توقع هاي واي وأقولك أفتما ما فهمت هاي فأقولن فقاتلهم رسول الله فنزلوا على حكم وحمارتي كوشيين أمارتي كوغلانو حوين حكمي على حكم رسول فنزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فمرك وحمارتي رسول صلى الله عليه وسلم حمارتي وحكعلي مارتي سعد بن معاذ بمارتي ودي بمارتي حكمي فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم اوكي كان قاعد يحكي له كان قاعد يحكي له الرسول كو خو ديبه سوما سعد بن معاذ حكمي كم يا ميتري يوسو علي ها حكمه كو ديبه باتري سوما ها يعني انه حكمه يعني هو علي انه حكمه سوما قدومي هذا هو بحمارتي فيري فنزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فهم الرسول صلى الله عليه وسلم وحكو قرمشان فرد رسول الله الحكم فيهم الى سعد يعني سعد بكلابي كلابي ما حد كوده يعني سعد بل الحكم سوماته قدومي يفا باي ها صح مركا وكو رجعوا له وحا مركا اعتصب سوما يعني اعتصب يعني فولي بالويد سوما فولي محكو ده يعني انت سمي واحد دونت سوماين يير جلعي وحان ربينا كا فايديس فيري لان عالم باتهي وحان ربينا كا قرقوتو ادغيس انا كو شرحاي مركا وا لوو لاابي يعني ما حد كا ودا لاابي تان كيم كان وحان وقاناي ما كاتان وحير سو لاابو وان لاابي كرا لكن بر وحان ربا ان ادي يير جلعيسو وا يعني وحي كدغنت سوما يعني ان ادان كو داي سمي واحد دونت سوما كو دوبي اساس وين يعني واحد دونت سمي ها اوكي اوكي صحيه كسو مركز وحيري قال فاني احكم فيهم ان تقتل المقاتله يعني
nin ayay yiri inaan la dilo kuwa dagaaltamaan kuwa ay dagaaltamaayeen saas buu yiri sacad okay hay waa kana hay maxaa maragtay عمرو هذا الكاكا إيه إن أتحسوا صدق خلاف وين باكو ترى برادر هيك حناقن أنا موقت هاي هيك حناقن خلاف دي واحد كو ترى إسبرين وين باكو ترى مر أنا مر كان كويدي وحكم بق يعني محمد بق عمري ومكانسا هذا وهذا قال أول الله أبي بق ياتري والله بتان كان وضيح حدث واحد تروح حد انتصر بيبقى اللي يقول اوكي عمرو الرقوة وين بانو الى هين مسكح النسي ايه كده مسكحة وعيارنا مسكحة مسكحة بان الله انه هاي عدو افكاك واحد قطري محمد امر كمالا هين باتر ايه كده عمرو محمد امر مالا هين باتر قطر شاكذا عدقا اي شاكي الى الان كان وحد واتكو يعني واتكو عدكيست حتى نوحا تري يعني اعتز يعني السماء واحد وانت واحد يقول والله يعني والله فص واحد تري والله أقول هذا بتو واحد تري والله الله أبي بات وأنا إيش فصي تو واحد تري والله فص صحيح بات هتاني كتري هذا الكلام قد جيسو أسمع لودي بيج أسمع لودي والله فص صحيح بات تري أوكي هذا أفكار عن كم مخري مركم حدود دي تنتهي أم مركم كلها فص صحبة وسي محمد حديث كوشي كي يبدا عن دقي سنة علماء ووين عن كدقي سنة culumada salaf kan ka dhageysan markay hadlayeen aduguna ku yibaad yara diidaneed i don't know wax kaas ma garanayo hadana afkaagana waxa ka tiri maxamed waxan shaqo kuma lahayn dadkan la leenayo cidda mudhe laakiin in saxaabiga sa'ad bin mu'ad ayaa hawshan shaqo kulaha oo fulinayay baatri oo hawshan isagu okay ek sa'ad bin mu'ad waa saxaabi oo wuxuu la socday maxamed buu la socday waa asxaabti maxamed weeyaan amar ma yeelan karay hadaan la amrin ama garanaysa amba xukunka loo dhiibin ilaa dawladda islaamku sidoo kale u dhisan tamarki madina la keenay xukun waxa amray waa maxamed oo reer magaranaysa dawladda kala saxay dawladda islaamka ee madina laga dhisay la soo aasaasay marka marka ma aha hadalladaadi waxaan kugu qabtay arin yar oo khilaaf ah fiidiyogana hayga saarin please adigoo mahadsan khilaafka ku jira waxa weeyaan maxamed waxba ma amrin battery ay ma kana waxaad leedahay waa loo fasaxay waa loo golaaday bad haddana igu tiriye cumarow hadalkaaga halkaas isburun weyn madamas maya isburun weyn baa ku jirta oo aad iyo aad u weyn fiidiyoyadaadina waa way ku dhex jiraan meesha madamas waxa tiri maxamed ma amrin baa tiri aniguna u amray baan ku dhig hadna waxa tiri ma amrin YouTube ki aan soo qaatay aan dhageysanay Sheikh Xureyfi muxuu ahaa wadaadka ugu weyn madaxweynaha wanta dhagey amay aan waan kaaga baxay Xureyfi mention video maray taa kula laabin maray Xureyfi maxaad Xureyfi ka boodaysaa may ay dhageyso Xureyfi ma in yari dhageyso Umar uu dhageyso aan ku dhameeyo please horay u soco horay u soco asoo la laabin aan socdo laakiin waxaan rabaa aday qabsaday oo YouTube ba soo qaaday badatay imka hadan YouTube ka been ka soo sheeg ila waxa la soo dhagey waxa horta khald wuxuu ka iman lahaa hadii wax soo sameeyaan hadan mashkiil lahaa fiiri meel badan hay la aadin saaxibow waxa ma aragtay pointku wuxuu yahay waxa way pointka oo magaraas isburuntas kaliya ka bixid magaraas okay dhageyso maya halka la ila aadin dhageyso ma la ila aadin isburuntas kaliya ku eeshaw umarow maskax ban leeyahay bas gudda haa umar day Xureyf waa nin jira Xureyf waa wadaad jira weeyaan fiiri hadda fiiri waxa ku baryaa maya eeg umar Xureyf inaad ka qadama Xureyf kaliya waxa ku eekaataa isburuntas ku eekaataa hadda maya umar hadaad kala madhabtii in Xureyf dib male waa yaani dib laakiin Xureyfi waa nin waxa weeyaan aad iyo aad u khatarsan waa culimada ugu sarsareeya weeyaan oo halista ah waxaan dhageystay fadhiis may fadhiis ma dhageystay maya fadhiis aan dhageystay war dhageystay subhanallah ya akhi fiiri hadal oo maratay hay oran maya umarow umarow waxa wanaagsan hadda waxaan la hadlay fiiri fiiri adiga waxaad taqaanaa fiiri mul waxaad taqaanaa
وحبا يفر فريسا وحكلا إلى آذيسا وحاربتا ماشي إنا إلاو لكن ما إلا باي وحمارتا كوها يا وحادا عضي إلا وتان ماها دي عرأي كوحو كشكيني واتنون شيخ وتنو كشكيني يا أخي فيري إفهم يا أخي شيخ عرأي في إن عندك حدو حادا عضي أفكا دي محارو وح... فيري إلا جاس ملارو ملارو فيري أدو ميادي دن أدو شيخ ميادي دن تاي مورن بابا ملوبا هنا ماشي وحادا عضي شيخ ميادي دن تاي وحنا عضي شيخ ميادي دن يا أخي شفيري وحبا مارك شيخ عرايفي ميت ديدن تهي محادو ديدن تهي شيخ ومفتر دني بر مد ديدني شيخ عرايفي على الرأس وعلى العين لكن هذا الكمارك هذا وحب مارتي وحايدة هذي هذا الكاغو إس خلافي بعد هذي دها وحربتا فيري فيري وحربتا إنا كفكت دميشان مالك لينا إلا عدد عرايفي مربتا عرايفي مربتا عرايفي مربتا ور عرايفي دين عدك وحايدة هذي أفكاغو إس خلافي أنا هو هاد ليه باتك صور شيء كده جيسو ureebina wax been kama sheegina waxan ka hadlayay arimo oo socda yidhi youtube kad ka soo qaadatay laakiin sheekhi niba hadlayay oo si yani si cadaalad oo sharciyeysan hadlayay idigayso fiiri focus waxa saarta okay okay ureef halka ay dhigba laakiin ureef wuxuu ka sheekeynayo xukunka uu ka hadlayay hadda sidii uu hadlayay waad sheegtay adiga laftaadu afkaaga ka soo baxday laakiin markii hore waad dafirtay waxa tiri maxamed amarka ma bixin baatri ah waad waad dafirtay laakiin markan ureyf ku soo qaatana waa isaga iyo wasiirow waafaqdeen ma garanaysa laakiin ureyfina si sibad uga boodsan tahay ma garanaysa okay waan ka hadayn ninkaasi atuu ku dhibayo waan ka dhaafay okay maxaa sababay maxaa isku buuraysay adigu ureyf halka ay ka tur adigu maxaa kugu kallifay inaad tiraahdo cumarow maxamed ma xukumin haddana waxaa tiri waa loo laabo waa loo ogolaado waa loo fasaxay eegada hadalkaasi waa khilaaf baa kugu jira adiga okaan kaga baxaya waana ku dheeraaday waan kaga baxaya please waan ku dhagaysan doonaa hana iga dhexgeli markaan hadlayo ma kaa dhexgalay ani sababta maaragtay fiiri mularo markaa ku leeyahay niyo wax weyn maxaa rabaa shay oo muxadad maaragtay inaad ka hadlo hadda hadalkaagi waxaa kaa haya adoo leedahay cumar hadalkaagi uu iskhaalifay waxaa dhahday cumar hadalkaagi waxaa kaa haya adoo leedahay muxamedun sala allahu calayhi wasalam xukmiga isaga kama soo bixin wuxuu ka soo baxay sacad bin mucaad buu ka soo baxay sax ma aqaani runti aan maaragtay dadkana way ku dhegaysanooyeen haddana waxa kuu akhrinayay halkan kuma qorno dadka ha u joojin dadka ha u joojin adigu hadal inaga wada doodayna dadka iska dhaaf adigu hadal dadka ha waxa eegin dadka wax weeyaan dadka way ku dhageysanooyiin waxa maaragtay hadalka kaasoo buxuy maaragtay way ku dhageysanooyiin waxaa leedahay hadalkaaga uu iskhilaafay waa maxay maaragtay hadalka uu iskhilaafay maaragtay igu haysatid waa maxay waxaa dhahday sacad bin mucaad asagaa xukmiga soo saaray muxamedna ma soo saarin haddana waxaa maaragtay leedahay rasuul sala allahu calayhi wasalam xukmiga wuxuu u dhiibay sacad buu u dhiibay waa maxay maaragtay hadalka oo iskhilaafay leedahay waa maxay niyo niyo maaragtay xoogahan maaragtay caqligayna maaragtay ixtiraam maaragtay mula ruul xoogahan maaragtay nin iska dheg niyo maaragtay meeshan halkan waxa ku qoran miyaaadaanaaaaaa cumar aadan ku ixtiraamaynin lifeka kulama soo galay adaanan ku ixtiraamayn aadmaya ixtiraamka waxaa ka wadaa fiiri ixtiraamka waxaa ka wadaa cumarow dhegayso qaar fara badan waxaa jira oo aan akhlaaq lahayn oo culumays ku sheegaya oo dadka caaya ayaad ka fiicantahay baan ku dhaha haddaanan ku ixtiraamayn kuma soo yani dhawes kuwaas weli way bay blogeenba qaar maraykanka jooga iyo qaar fara badan oo iyo qaar habeen dhowda suuqa qabanaysay adduunka sida magacayga aad uga xanaaqan markay arka way argagaxan okay anu adaan ku ixtiraamayaa dhib male wax dhibaata ma jirto waan kula dooday dabeecaddaadan arkay nin wanaagsan baa tahay waan kula doodayaa waana kaa dhexgalay igana raali noqo laakiin ha moodin inaan dhibaato kugu hayo markasta waxbaan kala faa'ideynaa ku soco okay yacni halkaa maaragtay xadiidka meesha ku qoran يعني ما شاقاي إن النبي صلى الله عليه وسلم أو أمرك كسو بحي ما فهمتي هذا الكينة مارتين مس خالفين ولي ما شيء ذي تاجنا هاي قفك أو حكمي كسو بحي أو حكمي أي أرض هاي دت كان وحكو حكمنا يا إن لدلو كوا أو دجال تماين إلا هذا الكي وح سكبت دلي ملها وإحنا مارتين مس خالفين وح هذا إسكندر عسيد ويان يعني شيء أو حاليا مرتي وحويا وفالس allegation وين
هذا ما رأيت وحن شيء ما فهمت هذا كو خصيصة ما رأيت هذا إيش كل شيء جن يزيد وين أو إنه ما رأيت أي وحنا ما رأيت هي سنين وين وعكل أي هاي يعني سعد بن معاذ أسقى ما رأيت أي ضد كان حكمي أرد هاي حالة دلو الرسول صلى الله عليه وسلم وعودي بي سعد بودي بي يعني وعودي بي سعد بودي بي سارة بتن ما رأيت أقابه ما فهمت أي صومالي ربتن ما رأيت استعمال هذا كو طالع ما فهمت أي لكن مركا كلية هاي سعد بودي بي أما سعد بودي هاي هذا إسكاله أما أسقو كور رجيي ما حالك وضع بصومالي رنتو يعني حالك وضع يعني قفك ما ركتي مثلا على سبيل المثال تصالحان وحافي عم تقانا تصالح ما ركتي ناس وقعتو يعني قفك ما ركتي قفك ما ركتي توك ماشي هل كان جوغو ما ركتي إن قل كان نلجوغا توك مركز حالي دائما تقانا عمر نيو حكو حكمي سانين كان توقان شيء كو حكمي بالي قول لحي مركز دهاي ورنيو أرنتا وحكو ريجنا مولارا كو ريجنا يا مولار كي أساقا كو ريجي مولار وحور دهاي توقان وحكو حكمينا يا إنا حبسيقو لقليو حبسيق إنا لقليو تاسبا كو حكمينا يا سو آشي ماشي الطعالو يا ويقوف كماركتي كو حكمي يا توقاس إنا حبسيق لقليو ما طالو عمر ميا أما مولر وين؟ سؤال جواب تانا كاسو جاي هو هذا أسكله ما الكلام إلى آدم؟ أوكي أرتا آدم نقعد ردارنا يا مركوكو الرئيسة أرتا مركوكو الرئيسة أرتا وحن كا عصنا يا ضوضاء عن وضجلنا فيديو يدن عن باللايف أوف كاكا إن هذا وحب كتشرين بلن إن هذا قاطو aya marka hore ka codsanaya oo sidaa aad u dayso oo u dhex dhigto Facebook gaaga amba timeline kaaga aad dhex dhigto taa waxa ka codsanaya waligeed ma jarjaray taas way igu ogtahay way igu aragtay haa waxa ku arkay sidaa u daa okay Umarow I don't know door habeen waan wada doodnay habeenkan kula soo qaatay ugu horeeyay aan kula haa dadkii masakiinta ah ee Banu Qurayda Yahuuda ahaa ee la laayay Allahu naxariisto dadkaasi gardarada lagu dilay waxaan ku weeyay xukunka waxa fulay baan ku weeyay Maxamed baa fulay adna waxaad igu tiri maye mo fulin baad igu tiri hadana caawana waxa tiri waxa tiri hadana waxa waa lagu yaani waa loo fasaxay baad waa loo laabay laabitaankiina waa diisi sharaxday وتنف في عمبات وقلبه ناعكسن قلبه ناعك كوكش على ذي ربي هاكو بركة يو وان شاء الله هنا هينو كلنا أدي إلى هيدا هذا تتكف في عنف مسكح في يولي ودب ما هو هذا سقين كرينا تتكف دبلوغا لكن لقوا يا با قارب هذا نيجي بودا ويكيران سان كوش شيء وآدي آدي النعب بطي ما قاعد أركانه النعب لكن هذا نف في عمبات هاي مركب وضع أمانة ربي هاكو بركة يو أوكي عمر وخلاف يربى كوجرة رضي إسبرين وحلا إرادة كوجرة عن كيرسوه ولا عن كسوه خلاف كير إسبرين تكوجرة وحويان يعني. سؤالي جوهر رئيسي كويتي عن مولر أس احترامنا فيري سؤال بكويتي هذا يا وقف فيري إسكده وحص يا وقف كتوج مرتي أرضه هاي نين كان حبسك هلا قليل مع عمر ميا أم مولر وين سؤالشان كجواب كذبنا وحي مرتي ورفا ففينا ذا كذب حين يزيد أم مرتي وحي ربط مرتي شاقو لكن سؤالشان وأولي بقى ناس يقول يا كجواب توك الدولة حكومة أو حبسك هلا قليل توك الدولة توك مامل بحكومية ورس كده حركة وقوة هاي مامل إنه حكومة هاي لكن تصالح كوسو قاد حر عمرو فرط عمر بير إنا فهمت الأربعة سؤالاً ما كنت بابك أنت عمر واقف فان سنة ربك واقف بركي واقف فان سنة هاي وهذا وما صنته سحبه لكن كنت باب سؤالي بس ده وعن كل الدولة حكومة كرتوك والدولة دس كده مرة تي لنا لك محمد دولة مين هين دولة واساسة ورفيري أنا أبى الدولة ما هي فيري أخي واحد كست مر ما مارك تي سوق لنا سنيو حوار ما سنيو مية ما واحد كست ما كمر مسا هذه مية هل شيء بنك هالدنيا hadalkaaga khilaaf baa ku jiray baan ku dhig waana socotay fiidiyowada aad hadii la baaro war khilaaf kafiri fiir hadda ku cadeeno yani khilaaf ka hadda ku cadeeno waxa ku dhahay qof tuug ba meeshan ku jiro deegaanka tuug halka dhig umaro hayga dhex galin please markaan hadlay hayga dhex galin ya akhi ya akhi su'aalaha kan sugay
فيري سؤال كان سؤال شو أنكو صورة فيري سؤال عاد فيري ترك بد ودي سأنا قلوا عن كشة كان إن عرين تاريخ عن كشة كان تاريخ بعد بنك هاد لنا وصح ويان فيري جواب وحاتري والله أنت إذا جيسو عمر عمر إذا جيسو وحبها سبورت جينين بليز إن جدا عادك عاول وحيستا وأنا لو قبطي هذا الكعك سبورين باكو ترتا سبورين تسوى حويان وحاتري مركي جوه الرئيس يعني كوي دي راب بن قريدة حكم كودي محمد أمر ملهين باتري عاون وحاتري مركان إنك سول لك إجت أنك كوسو خادم ما يبوط بوط حناقي أوكي أحاديثنا عن كتوسي مركان كتوسي نمبر كذا وحاتري هذا نكمل كتة إجت سكتار تي وصو قاتي أوكي جواب جواب ما يصير ما ما يدقيس 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 وحبها إيش فيري سؤالش كوي دينا فيري مولارو سؤال شو كوي دينا هي ما ها سؤال أو حجة ما ها أوكي جواب تكبر هذا يقدر حتى هذا هو حد لهيت ما حد يقدر حق ليس أنا كنا وادي قدر حق ليس هذا واي واي ما كوي استاجنا فيري سبب تكو استاجنا وايو ووريجوسا ملب ملا إلى آخره ماي أورد أورد سدا ماي فيري فيري ما أنا خوف فيري واحد واحد شيء فيري مولارو مولارو هوار واحد كوي شيء وحير وحير إلى جيسا أنت عمر ماي هاي قدر حق لين هذا مولارو فيري فيري واسح سنتاي فيري هذا وحاي تري هذا الكلام وإيش خلافه أنا وحكوسو قاتي سؤال كوسو قاتي سؤال بكوسو قاتي سؤال سؤالشان فيري سؤالشان هذا كده بابتدي قف عن بعض وحكو عدانا أيو فيري فيري وح وحمارتي ماشي كسو بحاء أيو وحويان وح هذا الشيء وسيد إنه وح كجرين واي سؤالشان هذا كده بابتدي هذا هذا عمر بقف كمارتي قفك أو توج مارتة أو كحكمي وعمر هذا دادت وعوين تدكوا مخلوين وعليه قف كان وقف مارتة أن أو فيو معها ويا قفك مارتة حكمي تصوصاري ومولر ويان قفك أو مارتة وحبسي قلي ومولر ويان معها عمر ما فهمتي فسؤال شيء وعوين جوابتي وحكا كعقد جواب الساعة وعوين هذا الضادي أن بمارتة وحكر وحب مارتة أن كوري ده سمارة تا خشين كبا كوري ده سمارة تا وعوين هلا كا وكبا حد جذب وكبا عمرو فسبب تاسرين حتى عادسة الدولة ده إلى عادسة مرحبا حصل مايا مايا عمرو وعوين وحكوش على فيري مولارو وانس صح هنا هيكد حق السؤال شا هيكد حق لين فيري أدوك توك بعد سوقات يو حنشرين أنا وحكوش على يوم كهذا يو تاريخ يو هذا لا راديو إسخلافي أو فيديو جاكي أنا هيو إنك صوت فيديو إذا أنت بروان دبي way yalan xitaa hadii aad ka saarto dib male waan duubay oo wallahi waan hayaa dibaato male waan soo faxsin doonaa waan ku dhageysiin doonaa dibaato male hadda dad ku raali ka noqoto dibaato man adigu markii ugu horeeyay ma ku eedey xukunkan ayaa riday xukunkan mucaad baa riday baa tiri maxamed maridin caawana waxa tiri waa loo fasaxay eegata khalad baa ku jira isburin baa ku jirta ma garanaysa isburin waa loo fasaxay suuq ma loo fasaxay xukunka aye xukun kii lagu fulinay dadka ayaa loo laabay baa turu waa loo fasaxay baa oo loo dhiibay ha laga wada de waa loo fasaxay waa loo galaaday marka ma asaga maratay macnaha waxa laga wada asaga maratay amarka ka soo baxmiya de maxamed baa oo galaaday weeyaan adna wadiido waxa waa fahmay asaga maxa laga wada asaga maratay asaga xukumiya asxaabi isagu waa asxaabi saad bin mu'ad waa asxaabi war waa fahmay inuu asxaabi yahay iska da maratay ka jawaab saaxiib ay la tii walaa ogolaaday baatri walaa fasaxay baatri okay walaa ogolaaday maxaa laga wadaa walaa ogolaaday aan ku dhamay hayga dhex galin sheekada may iska daa maartay hayga dhex galin iska daa maxaa laga wadaa maartay walaa ogolaaday ma asaga maartay xukumi soo saaray inuu dad waa ku maqloon dadka maartay ilaahay ka cabsaniyo umaro ku maqloon inuu maartay ilaahay ka cabsaniyo umaro saaxiib warwareega iska daa niyo okay aaw miya ka qallaya saaxiib ay walaa saaxiib iri maartay aawan ka qallaya weer mulero aw xoga wasku yar dhaxdaalta rut an ka qallay caaw maxaa isku taatide iyo wax yar iska dhaadhicinow samarta mulero wallahi fiir dama isku dhaadhicin ma hadiskii adaba sheegay umar adaba adeeyay ba adigu laakiin mid ba sheeg laba mid eeg been baad sheegtay
محمد عمر ببي قاتري بنت هرت واش كتب هذا الكاشير بوري حتى انا حديث كي مركان كو سو قاتاي مركان كو سو قاتا نينكا اوديغا و خو اخرني اون ان سو قاتاي كتبتي ان سو ورني او دد كاس مارت سكتاني او معمرتي وعرعر روسه مارتي مولرو فيري ما انت عاو اوكي وحبا مارتي كاغل دن زعو والله ما خط ايدو سات افيري ايدو سات اسكدا ديسانيو شي با كو وجرو سبحان الله ماركتي و طبيعه هذه اللي هذا هويين مايا وسان ان ماركتي وحمرتي اسك دغيسا مايا وحويان ان وكوبو شلمتي وحوي وا وروريفتي عاو حكا غلب عاو لكن ماركتي طب انا دغيسوين هذا واحد ربطه ان حديثك ايو شيكاده ان بربريسو عاو كشفوين باكو دحاي لكن دب مالي ان انو مسكين اك انو وحبا ما سمينايو انو سيرو في عم بانكولو هادلي een arrinta markii hore beentii aad sheegtay iyo isburintii ayaad waxa sameysay haddana caawin waxa tiri hadiiski si toos ah noogu aqriday markii hore waxaad rabtay inaad yara qarisid oo tiraadid maxamed arrinkan malahayn ayaa tiri imikana waxaad ku leedahay caawin waad sheegtay anuu taasan ka hadlay ma isburin waxnu caasanu kaman hadlaynaa fere fere mularo fere mularo waxba ku sheegay okay caawin ku fogaaday waan kaaga baxay please waxaan ka codsanaya marka allaah markan hadlayo haiga dhex galin please waad iga soo dhex gashay caawo kullay waan ku yara taabtay maya mularo sababta ma aragtay marka ka dhex galay wax weeyeen waxaan rabaa inaan ku istaajiyo waxaan rabaa inaan hal shay ma aragtay hal warka inaan ku socdo maya maya ha istaajin adiga laftaad waxa diidaa inaad ku istaajiyo waad diidaa istaaji fiiri hadda khadka ka baxo istaaji xaqba u leedaa ruuxa leedaa stop khadka ka baxda miyo ma aragtay soo laabo حقاً وادوت بالقوضة عن سدقيسنو إدقيسو عن سدقيسنو كبعد مركان هاوشو دماتو إن أديك أنا مركان هاوشو دكالو لكن إن أد مربعات كعر عروتو أديك عاو فيري 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 أديك عاو عمر وان كعب حيا ميكا عام سؤال ربا أنا كويتي عاو ما يدقيسو عاو حان كوكو قبطي عرين أد سبورنيسو عرين كارير كاسالوك غالي ريب بنو قريدا وخلاف أديك يعني أد حدالله أد سبورسكو جرو أيان كوكو قبطي دباتم مالي wa horena wadi weydiisay arintaasna waad waxa tiri arinkaasi maxamed ma fulin caawin waxa tiri waa loo laabay ba tiri waa loo ogolaaday ba tiri waa loo fasaxay okay dib male taasi waa mid waan kugu qabtay dadkuna waa dad yaani dadkuna wayna wada arkayaan dib male videoga dad saatiina waan duubay oo magarasa duubitaan ba ku socotay intii waan duubay kuwi horena waan duubay wallahi beenbad moodis waan ku dhageysiin okay hadalka waan kaaga baxay ka dhex gali maayo adna iga dhex gali markan hadlayo ku soco may dhimalaha hadda fere en ma ka gudubna maragtay arintan runtii aan maratay dadku ku maqlooyeen dadkana u jeeda maratay en xaalkaaga meesha maratay meesha maroosid maratay dadku u jeedaan en hadda waxa ku leeyahay su'aal su'aal miyad qabta maratay marabta inay weydisid maratay su'aal ama ana ku weydinaa maratay su'aal hadaas kale een caaw anigu waxaan rabay hawshan inaan reebana iyo qureyda ka hadlo arintaasina een hadaabad noo saxiixay waad sheegtay markan xadiiska ku soo qaatay markii hore waad ugu dafirtay tan caaw waad ii sheegtay aad iyo aad baan kugu mahadcelinayaa nu wanaagsan baa tahay waan kula soo xiriiri doonaa haddii ilaahay yiraahdo wax badan baan wada faa'iidi doonaa waxyaalo fara badan qof wanaagsan baa tahay oo ma garanaysa la fahmi karayo ma garanaysa hadda si xaqiiqiya baan kugula hadlayaa marka arrintan baan caawa rabay inaan ka hadalno tiina waad ka jawaabtay inkastoon khilaaf yar kugu jiray hadalladaada ee isburin ku jirtay laakiin ficaan baad uga jawaabtay markaan kuu soo qaatay amba niman khatar ah marka kuu soo qaatay axaadiistoodii ay hadlayeen amba culimmadii waaweyneyd okay dhibaato ma leh waxaan aada u jeclaan lahaa caawa si fiican baan u doodnay adiga laftaada waxaan rabaa inaad table dot soo diyaariso oo ka bacdina aan wada ballanno oo waqti kale aan ka dhigno su'aal kale oo anigu haddana diyaar u mayhi caawin badan baan doodayay inaad weydiiso anna haddana ma garanaysaa caawo tan baan ka hadlaynay tiina waad ka jawaabtay taas marka hore shaki baa igaga jiray oo waad igi marka hore igu diiday caawan waad ila yacni waad ii sheegtay waada afkaaga iga sheegay oo marka aad iyo aad baad ugu mahadsan tahay marka hore xoogaa waad iburiso waad iga yar diidanayd laakiin caawa si fiican baad igu sheegtay waanaad ku mahadsan tahay aad iyo aad baan rabaa inaan kuu salaamo wixii kale dood ah
ee aad ila galayso amba wada gali karno amba dad aniga tayda wax iga weydiinayso amba kitaabka xuduuska dhibaato male diyaar baan ku hay hays odhan muller baa kaa baxsanaya cumarow aniga waad aaminsan tahay anna waa ku aaminsanahay dhib male waxbaan isla eegana waxbaan kala faa'iidaysanaynaa dad fara badan oo xunxun baa meesha kugu jiro marmarna ku caayayo kugu soo qoraya kan sheekhba maaha haddeer qoraal baan arkayay muxuu ninkan gaalkaa kala doodaya isagaaba aqoon lahayn qaar baa soo qoray marka waan ka cudur daaranayaa aad baan ka cudur daaranayaa in aflagaadada noocaasa annaga waxbaan wada doodaynaa dhib male marka aad baan caawa kugu mahad celinayaa haddii aad qabto dood aan wada doodno amba kitaabka bibleka ah waad ii soo sheegi kartaa kabacdina mawduuca kabacdina waan soo kusoo diyaar garoobay arrinkaa ka war ood caawa i fasaxdo maya dhib ma laha waxaan rabay horta maaragtay anoo ku fasaxan maaragtay mullerow masaladda maaragtay yani runti ahaan ma jecli ana maaragtay murun ma jecli ma fahantay haddaa arko maaragtay meel yani murun yani ka jiro waxa weeyaan waxaa leeyahay waqti uma hay maanta runti ahaan maaragtay murun bani qurayda yani horey baa maaragtay kuu sharaxay nimankan oo maaragtay bani qurayda waa dad waxay ahaayeen waxay ku noolaayeen madiine ku noolaayeen waxayna yani madiinada maaragtay waxaa ku noolaa maaragtay yahuud iyo muslimiina ka noolaayeen ee ku noolaayeen maaragtay rasuul sal lay slam markuu imaaday madiina wuxuu qoray saxiifad buu qoray waxaa ka dhexeeyey heshiis baa ka dhexeeyey dadkan yahuudda iyo maaragtay iyo muslimiinta ma fahantay labadoodii waxaa ka dhexeeyey heshiis baa ka dhexeeyey waxay dhacday dadkan waxay ka baxeen heshiiskii bay ka baxeen cahdigii ka dhexeeyey bay ka baxeen waxay caawiyeen maaragtay cadowgii maaragtay oon soo ataagay maaragtay madiinadii bay caawiyeen way garab siiyeen waa dagaalkii bay maaragtay la galeen ma fahantay way dagaaltamayeen fasababtaasoo maaragtay dadkan maaragtay loo dilay dadka la dilina ma aha dad maaragtay dumar ma la dilin caruurna ma la dilin ma fahantay waxaa la dilay laakiin safiye abeed baa ku jira oo la dilay laakiin oo xaas ah oo la qabay moogta taana inaan yaro eegno moogtahay waxay keenaysaa cillad bay keenaysaa moogtahay seediga imika anugu dumar waxaan soo dumar dhowr dumar aan soo guursado oo soomaaliya ah haddana seediga iyo xididka waan ka yar xishoon jiray moogta marka xoogaa intaasna dhaawac weyn bay yaro keentay safiye aabaheed oo lagu daray xagga xukunka safiye aabaheed aan kaa dhex galo safiye aabaheed kolley wuxuu ahaa nin inta badan xagga afka ka hadla oo aad iyo aad uu afkiisu duulduul badan yahay amba hadday noqoto amba laakiin maysan ahayn san taariikhda ku arkay nin amba kolley ballan inuu ka baxay waa laga yaaba ballan badan buu ka baxay ninta wuxuu iska ahaa magaraansa diintan mu aaminsanin marka in yar waxaa yaro mashaakil keenaysa safiye oo magaraansa xididna ahayd oo haddana ku dara la yidhi ayaa xoogaa taasaan meelo fara badan aan layar yaabiyey oo aad aan eegnay moogta aad baan u eegnay buga kitaabkaasi horta qofka ka hadlaysid maaratay waa xuyey bin akhtab weyaan xuyey bin akhtab maaratay waa la garanayaa qofku ahaa maaratay waa sayid alqoom buu ahaa ma fahantay qofkan markaa leedahay maaragtay sayidii horta maaratay nabiya sala allahu alay wasalam wuxuu guursaday safiyatu bintu xuyey ibnu akhtab wuxuu guursaday bacda maaragtay ghaswat khaybar khaybar ka bacdi weyaan khaybarna waxay ka dambeysay bani qurayda bay ka dambeysay maaragtay guurkii maaragtay nabiya sala allahu alay wasalam ma fahantay fa yani markaa leedahay maaragtay seedigay maaragtay waa ixtiraamtid ma qabinba maaragtay nabiya sal lay slam guurkiis wuxuu ahaa ka bacdi bay ahayd maaragtay safiya bin ma fahantay taas waa midaas maaragtay ogaaw fa ummana safiya maaragtay waxa maaragtay mushkilad meesha ka jirta ma laha haddaa usoo laabto dadkan markay ka baxeen oo waxaan dhacday waxa weeyaan waxaa la dilay kuwa oo dagaaltamayeen oo maaragtay oon yacni ballanta ka baxeen dadkaasa ayaa la dilay dad oo maaragtay waxay ahaayeen rag bay ahaayeen dumar kuma jirin caruurna kuma jirin maaragtay ma fahantay okay hadda kasoo qaadba maaragtay xataa fiiriya xataa haddee dhacdo fiiriya waana maaragtay ma saxsano ma fahantay xataa haddee dhacdo nebiyu sala allahu calayhi wasalam asagaa maaragtay amray haddee dhacdo xataa fiiriya haddee
هذا كيس فعلا وفهم أبسو مالي حديد عدم مسوي مسوي عادي حديد عدا كليه ما فهمت حديد عدا مركز واحد حديد مسح سنة هذا أنا مرن كأو صولا أنا يسمع يعني وحنا كا وانكو وانكو ده هذا لا ده وان ده كيسنا وحاتري حتى حديد عدا مسح سنة باتري سما صح تاني يوم ماشي وحكوا قرن مرتين سحب معاد سجى أمرينيو وإحنا مهستد وإحنا مرتين معدين كرتيد مرتين ماشي مرنا وفلس ملرو وإحنا وكوشة جوا ميدا جيسنوسي أوكي وأقول ليه حتى حتى دع هذا كله دع هذا بعفكك كعدي يا أخي نحن يا أخي أنا الله يا أخي في هذا أقول ليه في ساعة كلية أمري فيري قد موقع عدي سو عمر واكوش ليس هذا هاد ليس يا أخي ساعة كلية أمري هذا بهاد لي يقولي أفك يعني أفكك كعدي الأمر والله الله أبي والله في صحيح باتري ها سجى الله أمر سجى ما أمرنا دسو محمد وما أمر والله في صحيح في سؤال أكو يدري سؤال شيء ذاك الجواب ما أنا لنا أنا هي هذا أنت هي هذا عمرو فيري ما يا ما يا ما يا ما يا سؤال شيء هذا فيري وعفو شرح يا فيري عمرو عاو أنكو قاضي فيري فيري وعفو ما يا وعفو أسمار تسكدة فيري ما كشر أنا ما عاو ملرو ملرو إذا جس إذا جس إذا جس في عندي إذا جس فيري وعفو أنا فيري وأكو أنا مركزان سيلس مارت وعوين وعربت أنا مارت هي ما لا أنا كبح مارت أنا كبت درقة لكن كبت هنا سؤالك وين جاي سؤال جد كده عمر والله إنك كبت ما كنت بعبسها سؤالك وين ما كنت بعبسها ما حكوا صارت زواج شو مركا سؤال وين ما كنت بعبسها هاي ماي بس حضر معانكوا لي سؤال إنك ما سؤال بأكو هنا يا مولرو ما كنت بعبسها سؤال شو ما حكوا صارت أنت مركا إلا حضر هذا البنك وري وروحي كوسا بسنتا كوبات با كوسا بسنتا ما كنت جبها بيسا كوبات كوسا هواي ما كنت جبها بيسا عمر عاو واضح يخضيروت عاو عاد بضحنا إذا جيسو فيريا كوبات أنا ودي ما فعل فيريا كوبات أنا ودي هذا كوباسي كنت بمركا هذا كوباسي هذا واحد اللي سي قولكي هذا اللي سي حد وعي إيشك تياد اللي يقولك عمر ما دلي أي أم مولر دلي بس سؤالشان كليلة كجواب بس ده سؤالشاني وسؤال إسكبلا معنى أحد ورسكدة إسكبام لعنة يوحص مارت إن عنا هذا مارت كدة جواب مكاهلا يا ياوا يقفك مارت تي قولك دلي أي ما مولر مية أم عمر وين سؤال فضود وين يو كجواب بس ده سؤال شنو يفوت ونوقع لكن سؤال شنو سؤال بلا معنى يا يا دلي يا دلي مولا رونيو فيري واكنا فيري والله دكتور قلت لي اسمه انه عمر ويا عمر وحان كيابي مقرانسه والله وحكى لك ما هيستو وحيان لا يابي وحيال عن كريم بدي سو قادنيسا انا وعن كتوسي ما قد جواب اسمه انا كادو كبدي انا كبدي بان ديري وحان دورتي شيخ عريف بان دور شيخ عريف نود واجتا ادنا كبدا تشعشاي ما قد جواب اسمه جواب وما اسمه ما يعرفش عريف بن طرية عندك كبت الطور وأكو هيد يستي وحكو ده ملرو سؤال بره أنا أكو هيد وعيتري وام ده ما السؤال شا والله كبت ما كبت أنا كسؤال هيك سؤال هيك شيخ عريف بعد قد هيد دي ما كاسة عندك إنه كبت هي سوقات كبت هي شيخ عريف عريف بن قادرية هذا كوشة عندنا عريف بن دين أنا كبت بن دين أنا مركب وصل فيري سؤال شيء هذا كوشة راح يا وام محمد رت سكجران سؤال شا سؤال شو عاد قلت يا توم كفان سنة دب مالي ما أكتب أكتب كفان سنة سؤال شيء واحد موضوع مرتي سؤال شيء ده وكحرنتهاي واي محا وكحرنتهاي واي وحي إلا بهاي أضي سعد بمعادة كلها مرتي أسقى حكمي جمرتي صو صاري النبي صلى الله عليه وسلم وحو مرتي أدي به حكمي جا أم وحو كلها بمرتي سعد بمعاد بكلها ده الله بعد ده يا أول شيء إيه لا بعرف مايا لا بعفط كوانتا يا اخي طرف ليش ما استمرت هذا اللي كان اسبورين باكوتيرا اسبورين مرنا محمد من امر باتري مرنا واحد هذا هو لو لا هو لو فصحي باتري اي كتا هذا كوبدا كوبدا اي كوبدا وان يصي وحن يس كوبدا بكلاس سؤالان بلا معنى وان يصي واي وان ديدي واحد يديدي ان اديغ دغيسته مركان سو هذا القادو انا وين ان كحنا كوبداس واي الشيخ دنا عالم اهو عان او عريفي با ديغ ديدي او تري ان نغدا فاينو سو هذا القادو فيري أنا كوبت ده فرصة دي سي فيري وفرصة دي سي وكوش راح يا كوبت محن كفاية دي فيري أنا كوش راح يا كوبت واحد كفاية دي ست عقلي قاعد مارت استاجن بوش قيسينا يا ما فهمت مش قيسينا مش إذا جيسو إذا جيسو في رونتا كوش يا إذا جيسو ملور عقلي قاعد شقيسينا يا إذا جيسو وقف بلا آدم أو نول
oo waxyaalaha qorqorayo ayaan wax ka faa'iday cilmi sida sheekh Cureyfi oo kale ayaan wax ka fahmaya hadda kubad iyo sheekh Cureyfi kubad baa doonaa ana kubad waan diiday dhageysan muran muran ma baana meesha fiir fursadisi wax baa ku sharaxaya waay sababta martay su'aashan maxaa ku weydii waay 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 sababta maxay tahay martay ku weydina waa maxay sababtu waxay tahay waxa weyn waxa ku leeyahay meeshan waxa weyn xukumiga waxa soo saaray ama ma aragtay rasuul sallallahu alayhi wasallam wuxuu u gudbiyay ama ma aragtay wuxuu u dhiibay ma aragtay saacad bumaad buu u dhiibay taas waxa la egtahay ama ma aragtay waxa la mid tahay umar oo ma aragtay kubada wuxuu u dhiibay muller buu u dhiibay muller wuu imaaday dhac buu sii ma aragtay goolku geliyay goolka ma aragtay waxa gelinay waxa la mid tahay waxa la mid tahay saacad bumaad oo xukumiga soo saaray hadda meesha wax weyn jawaabtu waxa weyn muller asaga gool ka dhaliyay ma dhalin maaragtay cumar ma dhalin fakadalika alxaal maaragtay sheekada maaragtay oo ku saabsan maaragtay bani qurayda qofka xukmiga soo saaray waxa weyn waa sacad bin mucaad hadalkay ilaa haddana miskhilaafin laakiin waxa weyn waxaa rabtaa maaragtay cusbo iyo maaragtay xawaaji inaa ku dardartid maaragtay hadalka ma gartay taas waay maaragtay waxa ku soo adigaafkaagen xukunka malahayn videogaaga hore firi oo dhegayso afkaagaad ka tiri ma xukunka maxamed ma lahayn asaga ma soo saarin waana kuleeyahaawan waxaa tiri waa loo laabo waa loo ogolaaday baa tiri hadda xadiiskan kuu soo qaatay haddana waa kuleeyahay mulr dhegeyso xadiiskan kuu soo qaatay tabaraani uu ka sheekeynayay sheekh Cureyfi waxaan ku qornay in xukunka ictasib in layidhi in ictasib layidhi loo fasaxay sacad bin mucaad weliba la ammaanay markii qoorta uu ka jarayay aad baa loo ammaanay sacad bin mucaad saxaabigaas waa la ammaanay waxaa laga ammaanay ba ayaaayaa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 
معك جرتو ده أنا كوكمتي تاني كوكمتي تاني اللي أنا وحررنا تاريخ من كهر لنا أنا وحكل أوكي وياي وافهم مرنا ماشي عمل سايب and ملرو وامح محمد وامح مشكلة هذا إيش قاعد هذا كسو قاد بأمرك وحوك كسو بحي نبي محمد صلى الله عليه وسلم وامح مرت مشكلة هذا إيش يقصوا علي أنا مرت مر كذا واستاجنا يا بمرت أنا كاحر الباب كمرت رب تتناقش وكاحر يا هاي واي عمر عاوا واضح يا قطي اسكننا الصوب انكورن لا عاوا ما عرفت هذا يعني هرت رنت ان مرتي دغيس فير مول روفيري هذا ماشي ربتي مرتي كل اادي واي هي وحا كو دحاي كدغ بمرتي النبي محمد اسغا امر كصوبي هي معام مرتي خبطه مول راي كسا ما مقلس عمر واكو مقلو يا وحا كو دحاي كسو قاد بمرته ان النبي صلى الله عليه وسلم امرك اسغا كسو بحي مخا مرته مشكله مرته ماشي كدرت اي شيخ بعدي ادكا غوي يسولي هالمر وحا كو دحاي دود مرته الباب كيدي وحريا وحا كو ليهي كسو قاد بمرته ان النبي صلى الله عليه وسلم اسغا امرك كسو بحي حكمي اسغا حكميه و هو يري حاله دلو مخا و مرته مشكله ماشي كدرت اوكي وسؤال ادي اضفي عن marka waxa weeyaan mashkilada yani waxaan rabay waxyaalo fara badan badna la soo qaadateen nidiga laftiina marka yani waxaan maqlay dad fara badan oo waxa jira luuqay la soo hadlay oo igu yiri diinta islaamku waa diin nabad galiya ah waa diin nabad ah diintan soo raa please oo luuqa ii soo qoray 150 dad fiican waa jiraan oo fiican oo quraan la soo qora dad kale oo iyaguna xunxun oo waxa jira iyaguna iska argagixiso markay qoraal ay soo qaraan oo baxsanaya oo i blogaya oo soo dhanayay uuna ku soo qabanaynaan ba hadii waxba ay soo qorqoraan oo blog bay ku dhuftaan markaa okay kuwaas iyaga igada laakiin dad fiican ba waxay soo qorqoray warar waxay u dhaadaan diintan waa diin nabad galiye weeyaan marka soo raa anna marka su'aalaha sataasan ku soo yaani aan ku soo biyo shuqtay oo ma garanaysan sidii bar waxaan ka weydiinaya وانا علمي عن ربو ان ان اوغادو صوبتان كووي دي يسا ادوك بو علمي دا عد ان بو حقا بايبال كان نوغلو دوطان تاسوي ان تان كهد ليان وجيدة عن كلاها يعني هدو تاسنا حكومي مركا تاسن كوودي مركا وحان لها مركا سلي نبت قليو نغن كرتابان كوودا اسلان نمو دو عدقن اسلان نمو دو ياريسا او تان نواز كان دلالي هاي وحبا ان بلد دلالي ان بلد بابين ايا اوكي
dooda caawin badan baan dooda inay su-aashii waad iga jawaabtay saan kuu idhiba waad ii sheegtay arrimihii aan kaala doodayey markii hore xalay iyo shalay waxaan ku lahaa iyo maalmihii horeba igamaad qancin laakiin caawa waad ii sheegtay in xukunkani uu maxamed lahaa dooda caawa waan ku guulaysanay marka wixii dooda ee kalena wixii dooda ee kalena barnaamij kalan ka dhiganana arrinkaa ka warran fiiri baanta iska daa fiiri baanta ma fiicno yacni waxa weeyaan baanta waa arrin aad u xun weeya ma fahantay afkeegii kama soo bixin kuma dhihin maaragtay maxamedun sala allahu caleyh wasalam isagaa xukmiga maaragtay soo saaray wax afkeegi ka soo bixin niyow maaragtay ha igu sheegin ma fahantay waa nacbanahay runtii aan maaragtay qof i dhaha intaan baa dhahday asagoo wax haysanin wuxuu leeyahy intaan baa dhahday dhegayso waxaad tidhi xukunkan muu lahayn baa tiri ana xukunkan uu lahaaban murana iska rabtaa miya mularow dee muranka adaa ku cararaya anu waxaan ku ihi xukunkan waxaa iska lahaa maxamed adna waxaad tidhi muu lahayn baa tiri o videogaaga ku jira caawana waad caddaysay waxaad tidhi xukunkan waa loo laabay sacad bin mucaad waa saxaabi nin saxaabiya buu ahaa oo sida taariikhda lagu akhriyey muxuu ahaa kolley nin muu ahayn amba beelahan kale ka soo jeeda buu ahaa amba muu ahayn qolyahan kale amba meelahan amba carabta muu ahayn okay ka soco wuxuu waxaa tiri waa loo laabay oo waa loo ogolaaday baa tiri afkaaga ka soo baxay caawa taasi miyaad diidaysaa wallaahi ma aqaan runtii aa maragtay mur ma iska jeceshahay ilaa hadda cumar runtu waa qaraad runtu aad u qaraadhahay saan kuu sheegay areer iyo waxyaalahaas maaragtay iska daaya maaragtay filankaas maaragtay waa la garanaya saaxiib oo weyn beri habka uwadaa waa ina xoogar maaragtay hore ugu dhabaaqana weyaan waxaa ku leeyahay yacni arrintan fiiri adii wixii iska dhaadhicisid iska dhaadhici shaqo kuma lihi ma fahantay waxna ma ka bedeli karay ma fahantay haddaa iska dhaadhicisid leedahay maaratay waxa weye saan buu yeelay aday maaratay taas aday maaratay ma fahantay waxaan rabaa horey inaa usoo waxaa dhahday war sheekha daaye sheekha daaye ku jar may leeyihin daaye sheekh way ku jari maaye fiiri war sheekha daaye daaye sheekh fiiri waxaa dhahday nabi dadka kuusoo qor leh ku jar may leeyihin ka soo qaadba amarka isagaa ka imaaday waxaa dhahday nimanyo idinka maaratay islaamka igu yeeraysiin maaratay waayo sidee maaratay u dhici kartaa waana maaratay nebigiini macnaha wax weeyaan wuxuu dilay dadkaas buu dilay okay waxaan rabaa horey inaan u soconaa rabnaa ma fahanta ani meelna maaragtay inaan istaagnaano ma rabno waxaweyaan waa sheega wuu iska cad yahay caadi weyan wuu iska cad yahay waxaa dhahday macnaha wax weeyaan nebiga hadduu qof dilo adi waxaa maaragtay waxaa ka ahaaya waxaa leedahay ma taqaanaa nebi ma aha okay niow waxaa rumaysan tahay buugga bibalkan waa rumaysan tahay buugga bibalkan waxaa ku qoran maaragtay inuu muuse maaragtay magaalo dhan oo dhulku dhegay cumarow caawa waxaa tiri ada afkaaga waxaan kaa hayaa meelo kale iyanaan gelgelin baa tiri waxaan ka hadlaynay waa arrinkan maxaa kugu dhacay nin caaqilaad u eeg tahay dhibaato male soo qaado aayadahan dadkan ilaa hadda waxaan kuu soo qaadan soo qaado hadalba meesha ku dhigo maya cumar idhegayso cumar idhegayso hadalkaaga bliase discipline xitaa male in yar waxaan kaa doon waan ku dhegaystaa waxbaan kaa qorqorayaa inta badan recording baan ku agdhegayaa maogta waxbaan kaa duubayaa weliga iska ilaali in hadalladaadu ay iskhilaafaan haddeer waxaad lahayd wax kalehan wax kale yaanaan wada gelin tan waan ka hadalno okay baan ku dhahay hadda waxaad la gashay muuse iyo waxaad la gashay muuse waan ka hadlaynaa soo qaado xitaa reerahan la baabiiyey soo qaado ila ballan waan ka wada doodaynaa laakiin doodeenna caawa anu waxaan ku idhi jawaabti waad iga jawaabtay waanan kugu qancay baan ku idhi tii reer bani muxuu ahaa sacad bin mucaad xukunkii lagu amray adiga afkaaga ka qiratay marka hays odhanin cumarow maskaxda ka shaqaysii hadalladaad way duban yihin waxaad ku hadlayso haddaan ku dhegaysiyo waa khatar marka hadlife ka baxdo fursada sii okay ani hadalkeygaankudhamayo intaadan meel kale ila gelgelin waan ka ballamaynaa wax xalaal waxaad doonto ii soo qaado
warmularoo soo kaalay dhe su'aalaan ku weydiinayaa dhe kaalay bes dhib male taasaan ka hadlaynaa anigu maalintii maxaan ku yidhi waxaan ka hadlaynaa reer bani qurayda waan kuu sheegay iyo arrimaha qur-aanka ku saabsan arrimihii qur-aanka xitaa aayadaan raba inaan soo qaato caaw caawada inaan soo qaataan doonayay laakiin doodu maadaama ay tix xalay aanan ku qanacin waan kaa daayay waan ku siinayaa inta badan hadalladaadu miisaan ha noqdaan iska ilaali adiga hadal waxaan kaa hayaa doodo kale hayna gelin eegata ma qaranaysaa doodo kale hana gelin baa tiri inkastoo dad fara badan oo muslimiin ay halkan soo qorqorayaan time to run buu yidhi nin xanuunsanayo sudan jooga oo axmed maxamuud axmed la yidhaahdo oo waalan oo videoyada dadka jirjira isaga u joojin maayo haddaan baxsanayo oo aan cabsoonayo yacni isma muujiyeen mana meelahan ma soo fadhiisteen haddaan nin cabsooda ahay taa waan ka gudbayaa cumarow cumarow waxa weeyaan muhiim waxa weeyaan meelo kale adigoon ila gelin fursadiisii waa ku fasaxay meelahan soo qaado waxaan hadda idii sheegaysay amba aydan soo qaado diyaar waxaan waa inaan kugula doodo maalin kalees fursadiisii mularow waana kaaga baxay fursadiisii fadlan ixsaanan fursadiisii aga dhexgalin mularow ku soco hadalkeegii ilaa haddana meeshii aad taaganahay waxaa ku leeyahay mularow mawduuceeni ha ka bixin mawduuceeni hal mawduuc baa ka hadloonaa ma fahantay ha ka bixin mawduuceeni mawduuceeni ku jir anina kama baxay maaragtay mawduuceeni ilaa haddana hal virus maaragtay ma kuu soo qaadanin maaragtay buugaagii ku jiro ma fahantay buugaagii waxaa ka buuxo dil iyo dagaal iyo maaragtay magaalo dhan maaratay dhulka la dhigaya maaratay intaas dhan waan ogolahay inaan kugulaoodo waan ogolahay buuga ee dhegayso warhadalka waxyaalaha ku jira ee dhegayso waan ogolahay time baan rabaa inaad aan isku qaadanno caawa doodaada fikirkaagan ka haysta waxaad tiri qureydaan ka hadlayna reebina qureyda kuguma diidani ha u malaynin inaan kaaga cabsoonayo oo dadka qaarkood ay idinkaga baqaan kaaga cabsoon maayo diyaar baan u ahay mularow fursadsiiga dhexgelin waa ku baryaa haiga dhexgelin fa hadalkeegii markaa kuusoo qaatay muusa ma fahantay yacni waxay iga tahay waxaa ku tusinayaa caqligaagii maaragtay waxaa rabaa inuu shaqeeyo maaragtay caqligaagii yacni maanta waxa weeyaan waxaa rumaysan tahay muusa atay inuu maaragtay dagaal galay inuu dagaal samay inuu maaragtay xuruub soo maray dagaal inuu soo maray taas maaragtay waa rumaysan tahay ma fahantay waa rumaysigaagi weye ma fahantay okay nabi maxamed sala allahu calayhi wasalam wuxuu dilay dad oo maaragtay khiyaano ku sameeyeen dad oo maaragtay cahdigiisi ka baxeen dad oo maaragtay reerkiisi iyo wixiisii dhan maaragtay yani ee halaageen baa maaragtay yani dadkaas dilay baa maaragtay waxaa leedahay maaragtay waxa weeyaan idinka maaragtay diintiina diin salaam ma aha ma fahantay fa hadalkeyga wuxuu yahay yacni waxaa aqbashaa muusa waa aqbashaa laakiin maxamed hadday imaado waxa weyaan arrinta waxa weyaan yani waa isbedeshaa ma fahantay hadalkeyga hadda ilaa haddana maaragtay mawduucii kama bixin ani runtii ahaan maaragtay runtii ahaan wallahi mularow yani ma qabi ama ma haysti maaragtay su'aal maaragtay yani kaa dhaxweynaa maaragtay buugga bibleka waay buugga bibleka yani waxyaala yani ka dhexsoo yani kaa tusinaya ma fahantay adi iyo kaniisadaada xataa ma garanayo maaragtay iska daama adi iska daaya kaniisada maaragtay aku xoranta wallaahi iyo billaahi iyo tallaahi inay garaneen ma fahantay hal su-aal keliya haddaa ku weydiy adi iyo kaniisada maaratay ku xoranta maaratay ma garanayo ma fahantay fa ma rabi maaragtay waxaas ani halkaa uma joogi maaratay inaa su-aalo maaratay inaa ku weydi maaratay ma fahantay waxhore practice weyaan caqliga waxhore inuu ka shaqeeyo la rabo aniga hadalladaadu inay khilaaf ku jiraan waa kaasa ay sheegi doono uu duuban yahay waa recording baa ku socda yacni codkaagi waan duubay yacni isagaa ku sheegi doona haddaan ku dhegaysiiyo laakiin hadalladaada waxaa ku socda khilaaf weyn baa ku socda oo aad iyo aad ma garanaysaa ku jira dhib male laakiin anugu waa kuu sheegay adigaa si khaldan hadda ii fahamsan anugu waxaan ku yidhi su-aashii ma garanaysaa caawa aan ka wada hadlayna eed markii hore aad igu dafirtay ee aad igu diidanayd waad iiga jawaabtay baan kuodho sidii waxaad iga si fiican baad iga jawaabtay mugusoo celcelinaysaa oo mularow mugusoo celcelinaysaa waxaan rabaa hore inaa u socotid saaxibo
dawaban dhamaynayba ma su'aal kale ino hadhay waan dhameeyay oo ma garan waan ku waan ku qancay waan ku sheegtay markan ahadiisa ku soo qaatay adaa af carabi ku akhrinay wadii turjumaysay sida aad sheegaysay oo loo yacni loo laabay aad lahayd oo fasax loo siiyey saxaabigii sacad bin mucaad wadii sheegtay waatan kaa doonayay markii horena waad igu khilaaftay marka dhibaato ma leh taasi waan ku qancay taasi waan ku qancay oo magaras waadin sheegtay inkastoo marka hore adiga warwareegaysay marka hore adiga warwareegaysay war wax warwareegna ma jiro wax ka warwareega waxaas ma jiraan adiga warwareegaysay haddaanan culimada waaweyn soo qaban oo aan kutubtooda eegin iyo fatwadooda waad idafiri lahayd laakiin ma waad dafiri lahayd marka hore waxaa tiri maxamed ma abrin baa tiri hadalkaadacaawana waxaa tiri waa loo ogolaadaa tiri caawana war firi labada su'aal ka jawaable bes haddaa run isku haysid mularo labada su'aal ku weydiiyey ka jawaable bes su'aasha maaragtay oo ku saabsan kubadda iyo su'aasha maaragtay xabsiga labadan besle ka jawaab run haddaa haysid car car ka jawaab anaa ku leeyahay car rag hadaaumarow qof nool oo caalimana waad iga daabaad leedahay kubad bilaa macniyo baloni ah oo aan iska weynaysiinayo war waxaa ku dhahay carka jawaab aniga qofka bani aadanka qofka bani aadankadhegeyso cumarow cumar dhegeyso dhegeyso dee maxaa saxiixna maaha meelna kuma qorno taariikhna maaha maxaan ka jawaabay waa bilaa macni badi waa wax fikarka jawaab ku dhahay waa kana waa kana mujedawujigaaga mujeda waan ogahay laakiin wujigaaga mujeda dididka kaa buxo mujeda dididka kaa buxo mujeda mularo wa su'aal khafiif weeyaan kubaddan yaa goolka dhaliyey mular ma dhaliyey ama cumar a dhaliyey cumar cumarow miskiin baadka sifantay laakiin mujeda firi wa difaaca ku jirtaa difaaca nafs ba kujirtaaaawaad ka sifantay nio firi waxba kuhegaysobilaaadana qof bilaaadan oo nool ayaad ka boodaysay ood lahayd curayfu ay kusoo hadal qaadin kubad baad kuso daanna kubadda hay kusoo hadal qaadin marka ilan aniga iyo adiga anaaba ku dhaamaba kubadda iyo curayfu curayfu baan qaadanaya mularo curayfu baad ka bootanta oo diidanta firi dhegeyso firi mularo firi allah aqli xumidaw laakiin ayaa wax san kuusoo baray wallahi ma fiicna saxabo firi safiican io dhegeyso saxabo wallahi bila adunka kubad maxaan kaga jawaab baloni muxuu yahay baloni ma baloni muxuu taraya mularo firi adduunkan waa kuu beri weyn saaxibo maanta waad joogtaa bari waxaa leeyahay mular wuu dhintay waan ogahay aad baan u aaminsanahay waan aaminsanahay ma fahatay fa nio maaragtay nio bal nio xoer maaragtay muraajaca isku samey wallaahi billahi firi wallaahi facebook aan u jeedid maaragtay wax yacni wax makuu taraay runtii ahaan maaragtay qofka maaragtay caabta inuu ka fikiro dhimashadu waa jirta anu dhimasho waan ogahay in la dhimanayo waa inay toban cisho tahay adduunka waan ogahay waxba taha igu marmarsiyoonin wax dhiba male idigu balaayadaad ka baqlaan idiga xitaa dhimashada waad ka cabsootaan waan ogahay waxaad ka cabsootaa waxyaala fara badan waad ka baqdaan xanuunka waad ka baqdaan laakiin anigu ilaahay waan aaminsanay dhimashona kama cabsoodo waan ogahay inay wax walba qadarta ilaahay ku dhacayso adduunyaduba inay bala macnatay waan ogahay mularo firi marka cumarow doodeeni caawa firi dhegeyso firi dhegeyso waxba waxbaa rabay inaan kuu sheego maratay xoogaar maratayserious ma fahantay xoogaar aan noqona maaragtay serious ya dad oo maaragtay yacni runti ahaan maaragtay dad oo xaqa maaragtay rabaan dad oo maaragtay dadka xaqa maaragtay gaarsiiyaan rabaan aan noqona maaragtay mularow runtii ahaan maaragtay dma waxaad rabta inaan fikirkaaga aamino maya fikirkay kuma dhihin saad afkaaga ka cadaysayma dhihin ana maratayhegeysomaya saad afkaaga ka cadaysaan maqlayay waxaa tidhi waa nalaga cararay baa tidhi qaar masaakiina kaa carari soma oo aan waxba isla haynin baa kaa carari soma oo afkaagad ka cadaynaysa aqoon male baa tiri
waxyaalo fara badan baa tiriisaasi weeyaan. Waana aad baan uga cudur daaranayaa dadka kaa cararay. Waana aad baan uga soo cudur daaranayaa weliba 100 jeer. Ma aha in laga cararo. Hadda caawa adiga. Caawa lil wadiyaaban tahay oo adduunyadu waa 15 shatri. Dadkii meesha kugu jira waxay leeyihiin waa dhagax. Dhagax ma ihiin laakiin waxaan jirta nin adag baan ahay adag ayaan ahay. Waan ogahay 12 milyan oo Soomaaliya inay argagax ku jiraan oo iga yaabin yihiin. Waa la socdaa dhiirannaanta iyo adadayka. Waan la socdaa taas ma diiday maayo. Waayo dadku way wada doodaan waxyaalo fara badan baa jirto lagu wada doodi karo. Laakiin waxaan arin dhaweed ku andacoonaysay. I dhageyso dad masaakiina baad ku leedahay way iga carareen oo masaaxiina ah oo aan laga yaabo qaarkood inaysan cilmi lahayn. Ayaa tir way naga cararaan oo aad maalin dhaweed halkan la soo taagnayd. Taas aan u adkeysan kari waayo. Laakiin ma idhageyso Cumarow, Cumarow idhageyso. Markasta waxaan kuu sheegayaa waxa adiga fikirkaaga ku jira ma qaadan maayo waa habeenkii xalay tagay. Maya waxaad tiri idhageyso qofka wuxuu fahmayaa idhageyso maya Cumarow wuxuu fahmayaa markuu hadalka dhageysto hal mar idhageyso anigu ma ahay qof lagaga cabsiyo adduunyadu waa geeridan waxba ilaahayn geerida haddaad run doonayso waa ka ilaahay waa ogyahay wallahi geeridu waxba ilama ah wax bilaa macnaya bay la tahay waan ogahay ilaahay baan aaminsanahay oo magar laakiin dad baa jirta waan ogahay dad farad badan muslimiin waxaan arkay ka cabsoonaya geerida oo yacni waxyaala cadaabalqabr iyo qabriga lagu daboolayaa iyo masas baa ku cunaya iyo waxa nin u joojiya ma yihi marka ugu horeysa waan kuu sheegayaa kunana fikir ma yihi laakiin dhib male ninka carari doona ma yihi waan kula doodi dhibaato ma jirto laakiin waan ogahay inay dhimasho jirto dhimashona kama cabsoodo waa habeenkii xalay tagay wax dhimasho la yidhaahdo ilaahayna igu ogyahay oo magaransaan ogahay inaan ka cabsoonay dhibaato male taasi laakiin waxa ku jira inaad aniga iga dhaadhiciso waa arrin aad iyo aad u khaldan fer mulro wuu ku soo xilnaa labada ku soo xilnaa waxa ku leeyahay mulro adduun waan ku fahmay laakiin adiga baad khaldan fahantay fer idhageyso si fiican idhageyso marti mulro waxa ku dhahay adduunkan waa labo beri weeyaan saaxiibo ma fahantay maanta waa joogta waan ogaa berina marti waa ka tagaysaa saaxiibo wala socda wallahi runtii ahaan wallahi fer yaani facebook aan marti wax ku taraay runtii ahaan yaani adduunkan aad u maleynaysid maaragtay inaad weligaaga maaragtay ku noolaanaysid maaragtay yani ma joogo ma adduun baan anigu ka jeclahay ayaan ma adduun baan ku jeclahay ku dhin ma adduun baan ku faanay maxaad aniga imi kayga tirsanaysa waan ogahay in dhimasho jirto oo la dhidhimanayo laakiin waan kuu sheegay nin dhimashada ka cabsooda mayhi waxaan aaminsanahay ilaahay ta saaxiibo hadalkaygi waa soo dhexgalow saale markasta waa soo dhexgalow waxaan okay ku socdo maya adigii ku leeyahay fiiri adduunyadu waa 15 ka ahaato fiiri mulro fiiri waxa weeye hadalkay ku macneynaya hadalkaygu wuxuu yahay niyo yaka ahaanin qof oo maaragtay facebook xiiseenayo oo maaragtay lacag oo maaragtay doonayo oo maaragtay adduun maaragtay rabo maaragtay han qonin taasa ka wada hadalkayga si fiican u fahmi akhi soo arag khaldan ma arkaasi facebook ka raadinaya maxay tahay marka ii macnay bar kalmadaas yeesan ka noqonin in adduun raadinaya oo facebook bar raadinaya balag bar kalmada hadda hadaladaadu waa hadal khaldan okay wax weeyaan maya wax khaldan ma saaxibo way jiraan aad u khaldan yahay wallahi waa ka wadban yahay waana ku soo celin karaya war duub dib malaha maaragtay hadalkayga wax khaldan ma dhihine waxa ku dhacay yee kaanu qonin qof oo maaragtay facebook maaragtay oo raba magac inuu ka raadsado ama qof aanu magac ma raadiyo hadalkaaga kugu dhameystiraya waa ay diru sababsmayhi magacna ma raadiyo mana jecli inta badan xitaa iska dhaaf soomaalidan aad meelaha ka buuxda uma aabo yeelo oo waan ogahay iyaguna way og iyaga inta badan iyo og aanu ma ogi waxbana kama aqaani laakiin anigu faamus inaan noqdo ma jecli laakiin anu mowqif baan wataa mowqifkaana waan ka guul gaadhi doonaa taasna waa kuu sheegayaa ku soco dhimalaha mularo maaragtay caawa ay daalisay waa fasaxanta baabixisid iska bax mafahantay laakiin waxa weeyaan runtii ahaan maaragtay qof waxaa noqotaa oo maaragtay
يعني أدون كان فيسبوك كان وحيلا مرتي لنا عسكرك وايو وحن وحم كوترا يرون تاع مرتي كنت كوشة جاية ده أنا فيسبوك بيان كوترا أنا عن ميه يعني... أنا لا ما يقانو عن ميه ما وقتي حتى هذا واحد جالس وقاعدسه فيسبوك يحب لابد إن هذا يقع عنصر أنا جاي هذا يقع عنصر أنا عن ميه ما وقت أنا فيري يعني أجدد أنا فيسبوك فيسبوك وصل قال ما أهم مرتين أنا كرهت هذا مرتين ما قاعد أنا كرهت هذا ما وصل قال مهمة بوصل قال عمر أنا قبل مهمة دلفت هذا موقف بان الله هي وانكوشة كي موقف كا وانك يقول قاعد تونا وما شو من تونا ينا النقطة عن وايو عن وحن كفر يا سكير حتى عن نقطة يو إذا جيس عمره حتى عن نقطة يو وبسيطة فربضن بان هايستا أو أي شغان ده قاعد إياه بقول يلا بيه 8 مليون بد قاعدية هو أنا لدك أنا هاي هيا نصور ده حدقي ما قرنا يسا هو أنا عام كنا قرية لكن بد ير الله بيه 8 مليون عن قاعدية مليون 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 أنا عام كمان نقرية صي بدك قاركود أي عن ما كل راديا لكن هو طن عن حتى نقرن كرو حتى ده وان سمين كرا ما قرنا يسا كسر أمريكا وقدرت على العموم مرتي انتهى مرتي وادا يعني okay aad baan ku salaamay Cumar wayno maalin kale aayadahan kale soo qaado aad leedahay wax dad baan la baabiyo bible ku taala waan ka wada doodnaa si fiican habeenkaasi waqti baan ku siin doonaa kana bixna mayno programka aad soo qaadid waan balan iga qad goorma xilliga aduu soo sheegay la soo hadal ama arar taniyo mulro may de mulro nin arrama yahay markuu ugu horeeyay haddan baad ikraasatay oo dad fara badan kugu jira oo qaar kood argayga ay ka argagaxayaan mooto dad daciif oo kuma karaan sanin marna ma arkay asabdoona marna waa kuuna ma wadigu daashay waan ogahay wadigu daashay macal friendskaaga kuwa kugu jira markay arkaan ba xogaa way gariirayaan oo dad ducafaa ba kugu jira oo argayga ka yar xun oo diidan oo yar cabsanaaya marka dhibaato male laakiin ka arar maayo ballan baan kugu qaadayaa inaanan markaste dabaacadahayga anu sidii un baanahay soo qaado ilana soo hadal marka soo diyaarso arinkaas ma dhibba ma ba diyaar ah yani anytime diyaar ah waqtan ku salaamay tiri ina waxna diyaar ah taa mu baahan ma fahantay mu la roo ha ku xirantahay adaa ku xirantahay maalin fulaan la yidhay bas ma yaada idaa waxaan soo diyaarinaya marka een war wax uma baahni ma arkay ina wax baar baaro oo wax diyaari uma baahni ma fahantay okay bas waxaan soo بريد يا مرتي 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 لكن ثلاثة ده نوب لما حنا يجا حناقن كمان حنا آدي آدم أبو سلام يا نصدر دتك كان كله يقول نقولن أظن في عم باتهاي وأنك شو ده وين يا وأنا كو عسومي دونا حنا يجا بودين دت بدن باله حنا كان هلا حريرين أو حتى قارب سوقر نكان بلوك ورالا ده دب كجدال كآخري هاو توتين دت كان سومالي ده ضعيف كأه هاو توتين وايجا طلب ودت بابا أيوة يعني ضعيف فهو يعني هاو توتين آدي آدم أبو سلام يا واي ان شاء الله صاحبه هذا ما صنت هاي خير اكون ان شاء الله اوكي ان شاء الله مرتي اوكي الى يوحى كبر يا مرتي انه حق انه كنت تابسي مرتي حق ف ما شاء الله سبحان الله ما شاء الله اخي واد دمعي مرتين وسوقته صودل بصودل بمرتين ماي مرتين ان شاء الله صودل بصودل وحسمانه سكبح دب وصوغل
أو حسمان س كبح دب وصوغ المرتي دب وطلب دب وطلب إن شاء الله. طيب وخير بسم الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلاً بالسلامة يا كيف عمر، ولكن ما شاء الله كل عاو واحد بدون بعده يصير عاو دم في فيسبوك وين داونا إلا بدينا ما شاء الله. ورتا فرانديس كان كجيرو ويا لورش تضابق اللي حبوا قرا كداوني سي ورتا سو مالدا لنا وما كان حق قلدن ما حربنا سو خرايان سيغنا وكل هو عيت مايا سو مالد ضعيف وقاجايس وحيالو بانين ما هن انو كهادلو دد كان انو كو مشغول ما هن بيكوز وا دودي سي لا وقفو دوداتين الليست عليه قرال ما أقرنوش، لكن إيش قرالك أقرئ أو قرالك مش قرال معهن مولر. تاسو عايقة فرين. تهذا كان السؤال ويديني سا. ما أنت أذوق هذا يشك توجان. ما عمر عقومي مس مولر عقومي أو كجواب واي وكم يري سنة تهذا كلام ما دكوات. هذا السؤال أو كذا جوابين أنا عندي لا مولر يوسف دوت سافر سنين أنا كلا دودين. هذا السؤال بكذا جوابين هذا كوجو إحترامين سؤالش. وقف قوة دودي سين وحول بعديك وخم عينيسا وحول تيسا الرئيس حتى حتى هادي محمد أو أمراد هذا محمد مشكلة كجرو كم الجواب هاي مالك لو هذا هاي مالك لو أبر وعر وعر هاي مركا ما أخن عنده عن مولر عندنا وحول كل صور تانية أو صفة ديا عنيجا عبينا كون فكرنا حتى عديجا هنا عديجا فكر عدويت هنا خرعوا وحو ربو اسيقو اميسان ياي يعني مانا دي يسيب يعني هوان بيقو فرنقو بس مجرت لكن وحبان اسفلسينا كتاب بايبل وطان كتاب قرآن قلدنا دانا مسلمين لكن مسلمين تادا صدع بغرش ديتي اللي حواي بليس ام بليس قعد سنة يا شيخ اكو احتراما بفضلا هيالا اسو قرسين اسكدافا لابدا انقف دود دود دقستا ان ويح اكو ان قرآن لغو ناكس سوخرا because قف عيني سين ما أنت عليه قال واي كم واي كم واي قف كاب عيني سو أمريكا حتى دمانت أو رحمة الدين تحت قلة قلوب تز هذه كاب عيني أو إسلام إسكو شيء كم حو قف كم حو بسرعة هذه كاب عيني أنا عندي لاي ومد إسلام كسر مالي ده مش دعوانا روح يلا سو قريش الفائدين كقوم مجرتو شيخ أنا وح دود أو وضو ووعي قلين ونكاس أو ربو وحو أمسية يفكر ك يقولوا بتحن أو كجت إنه كسو اللي مارك إذن كهور سيدنا بليس أم بليس فراك هذا وحبها عينين يلا عينين الله نستحى نستحى إذن كجباي موجي ما أنت عينين كنبانا ولكن باديوي إنا عايشد ما أهم إنا وناك أخرتي وناك إنا هذا قفا لا هاي وحبها أخري نضبع أركي أنا وح أخري مولر وراي قال كما دفاعي سا ورمحك دفاعي ما هنك الدفاع يا قال قفك هذا الك واسدي سوا صدق هذا الكبراتن ما هنا عش بلوك صار كجر وراس ولا في عين وراس في قدامه شيخ جاني سال سي وتكال سال قف كان وعول بسيب لو قدر دي إلا هاي ما هنا عايشين تبغانا أركاي ويسلا سحسين قف هنا عايش ما هنا وانا استحو ليس أم بليس سامالي ذا سكدافا وحيا لا أقار أو كل ليس إنجليز إنجليز سكدافا إن لا فل وعن كذا ما تقول لا هذه كنا كل أي واحد توصلني واحد وأنا أحسن على سميني شيء كل أي هالكيس إذا كسر ولا كل أي شيء عمر ده بدنا نكون جعل واجبنا أنا كم أمين سند إن كنا أبي ماشين أجره لكن ده كذا وحيا لا يسوق كرا كل أي واحد ضعيفة أنا الحكيم حلا يا مولر مركي وسلدوا دي سين يودد أنا كأنه وطن ما من دت قاعد جيسم وسومالي
qofku wax yar uu soo qori karaa laakiin yuusan caynin isagaa ka roonaado gaajo waa daciifin waa saan waa laakiin ani caawa waxaa weydiisay laba su-aalood laba su-aaloodnu ka jawaaba sheekhaas ma iga jawabti su-aashan waa basiid muller goolka ma adaa dhalisa mise anaa dhali hadduu xutuusu ka jawaabayni ma iskale adaa dhali sexta iskaa dhaho iska kaa lexe meel kale ku cararaa anaa dhali gan anaa xakumu waa xaqi dowlad muxuu ugu meyraysana cuni geerihi haddii la weydiiyo su-aasha uu ka jawaabi karaa laakiin moos ugu talagalin inuu ka jawaabo muller kolleyn waxaa la leeyay halkaas kasio mana maasan baan kaaga maalna kolley bebelkiisana waxyaalaha ka buuxo oo qalaadkana insha allah inaa kala doodiyaan jeclaalahay waana maasanta tangi waa ku dheeraaday dad kale janasi waxaa lahay soomaalida adigana dee ku faahfaahi oo wacyigeli iyo ka naftirkooda waa wacyigeli u baahan yihiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu dad badanaa halkan maaragtay gacantoodii u taagan waxaa sameynaya maaragtay maadaam dadka ay badan yihiin fadlan ixsaanan laba daqiiqadood waxaan u maleynaa way ku filan tahay insha allah waxaa siisaan fursad maaragtay walaalihiina kale insha allah tacaala hadalka soo gaabiya insha allah waxa weeyaan khayru lkalaami maa qalla wadal u wanaagsan kaas wey insha allah soo dhawo walaasheedii asalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ولا أد بنكو سلام يا الله شيء دود ونكسن إذ كهذا وكاك يين الإسلام كأذ وشيء أذ سفي عن كرق قاضي وحنا نشعلنا هاي إن أذ علم جاء الصبر طي مقارنة الأديان إن دود بنا أبكتو سيا يقول دود كريان دود خيه ضي دين تدون يعني دود بنا كساران ولو صومالي دو بقول كي بقول واتد مسلمين مركا يدون يعني كساران دين maxay heeday ninkii adimka la doodaynsana waxaan odhan lahaa walaal diinta islaamku waa diin maxeeday macaan oo fiican lacag ha ku dooran waayo anu waxaan u maleeyay ninkani in lacag la siiyey oo lasoo fangareeyey marka doonooga waanu kula jirnaa waxaana rajaynaya inaan anigu aan cilmiga aad baratay aan in badan kaa barto si aan ninkan muller iyo dad badanoo kalena aan usoo hadeeyo insha allah waan rajaynaynaa waan u duceenna u duceeya caayina waa lala doodayaa islaamku kalimatullahi hiya alculya kelimadda ilaahay baa sareynaysa islaamkuna wuu guuleysanaya waad wada halkaa ka wada waanu kula soconna anaguna walaal aad baad umahadsan insha allah maasha allah aadoo walaasheeda maasha allah barakallah fiik insha allah ra'yi fiican weye insha allah tacaala waa waday doona insha allah واه ان شاء الله هي استغفر الله واه مختار وسوق من هيا اليوم ان شاء الله السلام عليكم ورحمه الله وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته شيخ عمر ايوه ربعتك أخي عفوات خبر والله الحمد لله نيوه في عنا ما شاء الله أي ما أنت دوما داونا أي ما أنت دوما في رسالة نيك صاحبك يا صاحبك يا يوم قد داونا هم لينا ما أنت هم بس إنه داونا استرجينا إن شاء الله ورني ونيك أصلي كان نيك أر صاحبنا نيك يا ما عمل بحير يعني أنت أسمار تري كودنا كهايا وعوية هذا ما من مرتي نيك نيو نين صاحبك يا هو يشقو يسيء يصدق كنا نكوب لنقادة وضحي saddex kun oo eero saddex kun oo eeraan bil walba ku siinaa diinta kristanka soo galo shaqo bay siiyey ninkaan wallaahi caadi maaha waa meesha dadka markii dadka qoraalada soo qorayaan arkay markuu maaragtay leeyahay maxamed maxamed adigaasaan yeela adigaasaan sameey hal eer haddaan soo qoro uu iska xanaaqaya ninkaas laakiin de ninkan waa ninaa saaxiibo nahay haddana ma isbaran waxaan isbaranay labadii kun iyo afar iyo tobankii meelahaas
asagoo jooga intuu soo tahriibin mtaqaan asagoo jooga soomaaliya hargeysa iyo brocmelans. Marka 2016 hadda markuu imaaday yurubna waa soo xiriirnay. Xoogaa yar marta asagoo hargeysa wuxuu ahaa maskiin buu ahaa umaleynayaa, laakiin markuu Jarmal imaaday waa wuxuu noqday fircoon, fircoon buu noqday umaleynayaa. Maya ninka saaxiiba ahayn Switzerland markuu joogay wax badan waa wada xiriirnay. Jarmalka markuu yimid uu sharciga xoogaa qaatay, markaasuu ii gooyodayga magacii uu bedeshay cabdicabdicali oo la baxay awl marabinaa kusii fogaada bis waana intaas ayigaa kaarta may mu kusii fogaanayo. Doodi maanta uu ka hadlay binqurayda iyo mataqaanaa si fiican baa ugu jawaabtay, laakiin qof wax maqlay mahe. Ninkan saa sheegtay waa rag iska celis, waa aduu iska ka celinaya. Facebook aan soo galna maanta igu horeysa life kiisaba sidiisaba maasha allah. Marka ujeedada usoo qaatay binqurayda waa uga jawaabtay, laakiin ujeedada usoo qaatay waa inuu noo sheego diinteen inay tahay diin aan isteex lahayn, diin dadka laynaysa. Intaas keliya aheed umalen, ujeedas wax kale maheen. Intaas weyn. Halo, intaas weyn. Kuwala kusoo galay umalen, soo da maqa waxba ay soo galay dhagka soo dhacay ma garanayo. Marka de waxaan rabay ilaa 3 ayadood oo soomaali inaan ugu akhriyaa rabay oo bible ku jira, sooda saaxiibo, asagana inaan u siiyo 10 mataqaana inuu homework camal u qaato kasoo fakaro. Aayadda ugu horeysa waa Samuelka 1 aayadda 3aad. cutubka 15 aayadda 3aad, beeska 3aad. Waxay leedahay, waxay ka hadleysaa reer Camaaleeq la dhaho, reer Camaaleeq la dhaho ayay ka hadleysaa, reerkaas oo ladhahay amarkan ayuu siiyey ilaahiisa Jesus, Jesus ilaahay u yaqaanaa. Marka Jesus ayaa amarkan dhiibay, wuxuu leeyahay haddaba tag oo reer Camaaleeq la oo waxay haystaan oo dhan wada baabi'i oo iyaga innaba ha u turin, laakiin wada laa nin naag iyo dhammaan iyo caananug, nin naag iyo dhallaan caananug. Caananug waxaa la ciyaalka yar oo 6 bilood jiro, caanaha naaska loo dhigo, caruurta yaryar naaska nuuga caananuga laayha. Intaas waa dadkii waxaa kuu soo haray xoolihii, waxaa la dhahay iyo dibiga, dibiyada laay, reerkaas dibiyada leeyihiin, xataa waa dambaabeen camal laay, idaha idahooda laay, geela iyo dameerahoodaba intaba laay. Marka saaxiibkii waxaa weydiin lahaa ragga waaba la gartay meeshan, wuxuu ku doodaya wuxuu leeyahy reer maxaa loo laayay birqurayda raggooda maxaa loo laayay, iyadoo taariikhda iyo siirada nebiga ay ku qoran tahay calayhi salaatu wasalaam, sababta loo laayay inay nebiga uga baxeen ballantee la galeen, soo raaceen qureyshtii ay soo raaceen. Laakiin anaga waxaan weydiineynaa sababta caananuuga cunug yaroo naaska jaqaaya loo laayay, dibiga iyo ariga iyo lo'da iyo dameeraha sababta loo laayay. Muller Jarmal isagaan ka rabnaa, isaga iyo geela intaasaan ka rabnaa. Aayadda 1 waa taas. Tan 2aad waxay tahay Hoseya, buugga Hosheeca ay dhahaan Soomaaliga, 3:10 cutubka 3:10aad, qormada 6:10aad ama verska 6:10aad. Wuxuu leeyahay reerkan la leynayana waa reer Samaariya waayo. Soo baxsatay aayadda. Reer Samaariya gardaradooda way qaadi doonaan, way gardaroobeen waayo. Sababtay u gardaroobeen aayadda weli sii wada, waxay leedahay waayo way ku caasiyoobeen ilaahoodii ku caasiyoobeen. Seef baa lagu layn doonaa, dhallaankoodana dhulkaa lagu tuuri doonaa. Ciyaalka yaro hadda dhashay maarata, inta la qabtaa dhulka lagu dhufan dhash. Naagahooda uurka lehna waa la dooxi doonaa, naagaha uurka leh caloosha cunuga laga soo tuuri doonaa. Cashar qoro mularow, casharkan qoro qaado saaxiibow. Waa kasoo fakaro aayadda 3aad.
oo aan rabin inaan sheego waxay ku jirtaa sugbal waxay ku jirtaa buugga number isla dhahayo sugbal wax yar i dulqaado soddon iyo kow soddon iyo kow exactly waa taqaanaa sheekh khayr allah ku siiyo maasha allah okay wax yar sug okay waxaad wax orod oo waxaad dishaa iyagoo soomaaliya ma haya kaas iyadoo waxaan hayaa waana kuusoo dejinaya sheekh may intaan may inta waxaan ku qoranayaa keliya meesha buug bibleka soomaaliga waxaan ku haystaa intaan ku haystaa okay haddaa rabta waa kuusoo dejin karaani aya waxaan ku haystaa inta kombyuterka uu jiraa 7-10 soddon iyo kow weyaan ilaa 8-10 waay waa kana waa buugga trinity la dhahayo ama numbers haddaba sidaas daraaddeed dila dhallaanka mid kasta oo lab ah caruurta laaya mid kasta oo maaragtay lab ah oo dila naag kasta oo nin la seexatay naag kasta oo aan bikre ahaynna dila laakiin caruurta dhadigga ah gabdhaha yaryar oo dhadigga ah oo aan rag la seexanin daysta adiga lafaha ugu dayso aayaddan waxay ku taalaa bugagta ay dhahaan waa tawreed waay bugagta ay dhahaan number waxa amarkan la siinayaa ku leeyihiin muusa yaa amarkan la siinayaa marka saaxiibkeen muller jermar arrimahaasaa u yaala dad badan waa ku jiraan insha allahu tacaala muddo kaleeta mar kaleetana waa soo qabsan doonaa hadduu ilaahay raado waxaa siisay saddex virus baa siisay virus oo ku jiro samuel tan koowaad virus oo ku jirona maaragtay numbers sheeca iyo virus maaragtay howshaac ku jiro howshaaca ku jira haddaxdooda maaragtay ay ka hadlayaan inaad dadka maaragtay la laayo midda koowaad soo qaadanaysay dadkii raggii dumarka ilaah hadduu kuu roo yahay caruurta iyo xoolaha maaragtaynaasanuga iyo kuwaas iyo ka bax intaasna ka bax maaragtay waxaa lagu daray idaha iyo geela iyo maaragtay dameer baa maaragtay ya iyo lo iyo looda taas waya loodana maaragtay waa ku jirtaa meesha oo ku jirtaa loodana looda dembigay samaysaan karabnaa muller marka waxay tahay waxa weeyaan ragga waa la gartay waa maxay maxaa loo dilaya maaragtay canunuuga maxaa loo dilayaa caruurta yaryar naaska nuugayaan iyo waa maxay maaragtay geela maxaa loo dilaya maskiin weyaana geela maaragtay geelina marka ninkan saaxiibkii ah waxaan u sheegayaa intaas keliya dadka meesha ku jirna waxaan u sheegay ninkan aniga ma caytama horta meesha markuu soo leeyahay maxamuud axmed wuu caayima waa iska mataqaanaa sheekhuu rabaa inuu darshad uu ka baxo ka raaraadsado aniga weligay ma cayna sin saaxiibaan nahay waxyaalaha qaarkood aan ka yeelin markuu dhaho anoo masquusha ku jiraa jiisas warqad miiska ii saaray iyo waxyaalahaas kalaan ka aqbalin lacagaa bashqad jiisas ii soo geliyo ii keenay iyo videoga uu sheegay uu leeyahy wuu jarjaraa wuu duubaana waa video aan soo geliyay hadda ka hor oo uu leeyahay interviewga markii jarmalka iga qaadayeen ciisa intii ii soo istaagay oo wuxuu i dhahay mataqaanaa isagaa ii fududeeyey arrinta ninkaana sida la og yahay wuxuu isku dhiibay inuu soomaali yahay soomaali ka yimaaday asagana jabuutiyu ku dhashay jabuutiyan waay marka waxaan dhahay mark jiisus miyaa beentaas kaa caawiyey intaas keliya iga xanaaqay ninkan beentii aad sheegtay aad dhahday mataqaanaa aad jarmalka u sheegtay yuu kaa caawiyey because adiga soomaaliya isku dhiibtay inaad soomaaliya ku dhalataa sheegtay haddii kale sharci lama siin lahayn hadduu jabuuti isku dhiibi lahaa marka intaas miyuu kaa caawiyey baan ku dhahay ninkaas intaas iga xanaaqay saaxiibka uu leeyahy videoyadeeda soo jarjartay iyo waxsaasa marka insha allah maani fiiri waxaa dhihi lahaa fiiri maxamedow waxaa dhihi lahaa fiiri waxaa ka soo qaada maaragtay maxamed waa qof oo maaragtay wuxuu sameeyey dharbaac dhac buu kuusiiyey halkan sax waxaa la rabiyo bis khalaas oo dag dhinac kale iga dib dhinac kale iga dib ciisa almasiix haddaa raacsantahay aniga waxaa la rabay
بعد ما يا محمد يعني كم درباح لكن كسو قاب وكل درباح يا أخي دنك كان هدي وعمل بوجا وعوين يعني كدي بوما رتي محمد وحكم ده شاطي جاي يسيب وفيري صح روح حنا رنا بصوتك وبكتب برسل شعر وبكتب شعر كله شكرا والله عفوا إن شاء الله فوعوين يعني قف أمرة وحكي كتاب وحكم محمد وحكم شاطي جاي يدي بوكيري سؤالك أبو درا يسوي وعوين واساس وحال الربي وحال الربي مولا رو يعني محمد إنا نعدي ما أهان إنا كحنا قبض ما أهان وحال الربي وحكو قرم ماشي مارت وحكو حصن بوقة مارتي جيز كرايز حولاب مارتي أرديز حولية أحبوا أعداءكم صح عدو جين جعلابا صح يصلوا لأجل الذين مارتي يسيئون إليكم وحاوتك التين ذاتك مارتي أن نعمانا يعني وحمان هو با أتكتا بل ليه يا واحد مارتي نتوس إني ومارتي ما عملنا مارتي وحوسة ما يمارت مرة بيننا كحنا غمزة ما يعني أنا واقع صاحب كي وأنا كان ودرجر وصل هذا النحتة لكن وحنديدا يا إنه ده هم تقارن أنا مسكوش كجرا ورقد ليه صار ميسك هاسو حلا قبل كرمة جوج وحسن لاي العقل وتكو سوقري جيسس بشقد وصل قعنتي سوقري وطلع العقل تان جيسس أي كان جيس ساي كانوا دا لعقتن فيديو من حاسو سو غري ده حنا دا دد والان منين مقت ما هينا وحل بنو شكت وحل بنا نو شكت ما مركز صاحب كي عدو سو قبو كو عشوا كانا لا ده انا ما ردي تو تاب ده دو خلاص حاو بس حنا فاوينو وينو ذكر ويا دو ما يوا رك اسكيلسو كو جيره اسا رك اسكيلسو كو جيره marka dhahday warahay muuse ya arintiis ma ka hadleena waxa umaleenaya ayada number iskina ka waday markii en u dhahay ma yee muddo noo qabo en hadda waxa waaye en ka sa saaxiibkii marka dirishidii roo ka bax ma waayo waligis ya saasween hadda fiir asaga soo qabanaya en madam markii asaga ka dhisay waxa weeyaa way soo qabo سوقه عدالة سمي أسجح حضله أسجح حضله أيضا هن مو ملين هاد إنه كجواب كركود أيضا هن مو ملين هاد ديار مو هاد سو شيء قد ديار مو هاد أنا كل بحرب محمد ما دام صاحب أتين بحربي يعني بحربي أنا السمي مرتي ضوء وقضية أسجح مرتي مفهوم أنا مرتي وحويان وكلي يعني كنترول أو كنترول أي مرتي قفكي مرتي وخدك كبع عليه ستوب عليه مرتي ما لا waxa way ninkaan ma taqaana nin rag iska caay ma doodi karo ayay en haddii dad war heedni oo hoow en haddi ya amarkan ya dhiib haddii doodi hadda aad heesin oo kale to bad kale u galay waa arag si kale uu ku fahmayaaba inuu fahmay hadalka fahmayo oo ma taqaana oo dirishad raadkana uu ka baxo ha oo iska dhaayna inaan fahmin hadalka marka dhinaca rag iska dhicilna ayde waxa waaye dibkiisu leeyahay meeshan dhagax waa dadada dhagax ma aha wuxuu ku leeyahay caag waay caag wax ka sax yaa soo qabanay asaga soo qabanay asaga soo qabanay insha Allah qeyran ku rajaynay caaw aad aan ku faraxsanahay kula hadla waana markii ugu horeysay aan soo galo live mugti wallahi ma sha Allah wallahi waligaa ma soo gelin waligaa lama soo qaban live laakiin hadda maanta waxaan dhahay saaxiibka bal la hadal bal waxaan dhahay sababtu maxay tahay oo ibn qureyd u soo qaatay soomaa dadada la dilay kaliya buugan uu leeyahay bible ku habeen walba kalkasha gashto shumiyo dhiga ka hadda saas u qaadid buug dhiga ka daadanay dhig asaga wuxuu ku leeyahay dadada la laay assalamu alaykum wa salaam khairak insha Allah bal isugu maartay asxaabtay walaalaha kulgiin maartay isugu bulara maartay asiraya waa weyn cadaalada fiican waayo maxamed saaxiibkii samada umar waa ku salaamay waxaan aad iyo aad ugu farxay caawa inaan taabtay ninkii saaxiibka ahay maxamuud axmed oo live aan soo gali jiray caawa waxba yar mudmuday aad iyo aad baan ugu faraxsanahay runtii waa ku aad baan ugu faray okay ninkii weligiisii dhageyso weligii muu soo gelin life laakiin waan taabtay caawa adaa ka dhigtay adaa ma aragtay waxaan adaa ka dhigtay horta waa farxay caawa saan u faraxsanaa caawa waa farxay
هذا المر محمد الله يسوق له هنكو أقول وافرحي أوكي عيدو عيدو سوق عطي وانكو فرح سنة هاي لكن كأوضيع هل سؤال بان ويدينا يا أو سؤالا ربينا هو ويديو حقا نكاسي وين عبي هاي ونوجا هاي حسد نوا كويرة كرا لابد مت هاي كلا شيء عمر ومت بانكو شيء أنا قدر كان شر ملك واحد كتشو قد يجان كي أصل كان كبلش محوها كسوت شيء ده عن بقابيل هانا ذي النقطة أيام كتشو قانو الصومالي إنه كمتشو قو صار الدولة بيوقت هاي كمتشو قو مكان صار صار يشرع يقو قرية تاسوا قطب أوكي دب مال تاس سؤالها حتى أو كهد ليه هل سؤال بنك ويدينا يا حدو حتى داسي نرجع حدو يحي أو ديار يحي حدو مكان صار عرن كي جا إيه فريو سؤال اوكي واي واي سوق واخا هوبناي بس انو مقلوي انو كو مقلوي ما فهمت اوكي واي صعب تاس كلي بربا محمدو ما مقلو سامولر هادلكيسي اما عودكيسي واضح ميا ها محمد ها كوجرا ان مولر عودكيسي واضح مو مقلو سا ماي مسج على المقلايات ان مولر وهادل باي مقلي سا اوكي محمود حسب يربا كيرا موقدا وا اوغا هي رغوا كل خنيه وا وينهين وان اوغا هي ان ان بدن ان سدبق او خوغا يرح حناقي او ما قريسا مشا دد وح بدن با ليسكو دافا دب ماله هل شي بان كودسنيا عاو محمود واي مقليا حدو ن رغيا حدو يفلنيو يوروب تو يغسو هري وان اوغا هي ان ان كورتا marka ugu horeysa wan ka xoolo badan oo wan ka lacag badan ahay haday raganimo kugu jirto waad iga soo horeysay Sweden Europe waad iga soo horeysay dadko dhan bayna wada maqlaya aan tartarno oo account kayga waa ka computer kugu hor yaalla waxaan ku soo saaraya bangiga lacagta igu jirta wallahi waka hadda computer kan ku furaya haday raganimo kugu jirto maxamuud waad ay tantay haday toona waxaan tiri waxyaalo badan dad ku hadlaysay ar haday raganimo kugu jirto waan ku furi bangiga waan ku furi waliba xitaa cid aad ku kalsoon tahay soo sameeyso ila tartan xag account ka haye ma wuxuu wax kala taas okay hada iska leh marad maxamed waka ams okay and wa maqleysan oo maleena la weyn adii isaga iyo dadko dhanba and ha anuu ma maqloya tii su'aadda hadda ku sheega ha muller ma maqloosa sax ku soo ma maqloosa ma sax ku soo okay okay and runtii su'aay ninkan and waa iga lacag badan in Jesus uu keenayo bashqada lacag ah oo miis ku soo saaray aniga lama tirsan waa mid dalabaad in lacag account kaaga aan ku faanay waxa hadda ma taqaana in hadal ma taqaana dad waaweyn suu faanaan ma aha in aniga kubwan jooga asaga Yurub uu jooga in laba sano hadda jooga oo maleenaya sharciyintu leeyahay waa hal sano camal in waxa waye aniga ilmeeygaan korsadaa ilmeeygaan aan cunto aan siistaa wixiga taqaana waxaan soo shaqeeyay ilmeeygaan ka kuriya laakiin asal ilmiis afriko soo dhigay wuu ka soo tagay marka cid wax ma siiyo marka isku mid ma noqon karno saayiga lacag badan kan okay ma hadli karaya ma hadli karaya okay okay wax hadayna ma hadlaysa okay umar hal su'aal baa ku weydiinaya afar baqol iyo sideetan eeroba bil walba xawaalad iga baxda oo aan diro arbar hay dhaarto diintisa ay ku dhaarto ma dirtada ar intaan ba ka doonay bar yar dhaaro diintis diintada ku dhaarade 400 iyo sideetan euro waan kugu celiya horeyna waan kugu sheegay receipt far badan baan haystaa waan koogahay culad yar oo dhibaato ku haysta dib male waan ka lacag badan ahay dhibaato male laakiin haday raganimo kugu jirto computer ka bank kan ku soo saaray ispaka sa bank baan ku soo saaray waan ka computer ku waan hayaa ee saaxiibada tartami karaysi tiri lacag ah heesataa allah ku barakee lacagtaada
دمية أوكي لكن بنت ما حد كفر إيشا بنت بنت ما حد كفر إيشا ما يدقيسو ما يدقيسو يدقيسو هذا هو مكسلاوة حتى والله الموضوع حتى سادو يعني إنه فقط ترنتهاي والله اللي جمّم مودينا حتى ما حنكم مودينا الصومالي مال أفريقيا نتوقتان كم مودي مركز هاد ليسي مركز حسدك إسك إلالي وحيالها مكانسا أدو حسد نمي وحيالها بتكتبتها وأنكوا جاي إن بدهم بوان سنقارا أنا ضفر بضفر هذا يجا شيكين وان هيا عيماها عيماها محمود أحمد محمود أحمد محمود أحمد محمود ما يعيم كرتون وحوي واحد صميسي محمود واحد صميسي أن بصاصة واحد كسر دشة صدق قفور تلقايا إن أدير كم يقول أنا أدير طيب أي شيء والله أدير هذا طيب أي كورمي أو سوشيال كسر ده حدقي وان هيا صرت هذا وان هيا I'm going to go to the house. dadka hanno walaalka anoo soo saari bankigan soo saari hadda waa boodiya fiiri way waxan koogahay xasad yar baa ku dhex jira in aad dadkaas ka aflagaadeeso ragu door jar ragu wax isdeer in xiniya adigu hadii fiiri mulo saad gaabis mulo waxa fiican ma taqaan sheeg I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. hadda ragalnimo ku jirto hayla baratabo ma hayno qofku xasad noqdaan ba ruwaayada la yimaa shaqada kun iyo go'shaar shaqada kun ay balan qaadaa oo loba iso tra account hatan ku soo tiri ar hatan ragta account ka iso tra hatan wan haya computer ka hatan ku soo tiri la hawla ar soo tiri wulniyo ha iso dirin ilmahaaga u dirniyo ilmahaaga u diray ayagii u baahan ayagii u soo diray u baahan lacag fere sibirkan muddo fulay ba tahay nin fulay ba tahay oo waxba aqoon ma lihid xasad ba ku dilay xasidna ba ku dishay hal kalmad baan ka doonaya waxyaalaha sheegayso bardiintaada igu dhaaro san lagu aamino la beenta iyo potent waan ku waqan mullaro waxaan rabaa inaan wax ku tusiyo maratay sidii mujeedin waa waxa ay bila macna iyo af carabi ku qoran yihiin waxba ii tarmay fere wax buu ku qoray hadda ku sheegay buugaagi matius 19 utub 19 matius ka taaris illa nikan warcaa wani kan aan tartano hayla tartamo nikan meela ka bootaynay ma waxba ku sheegay inuu soo galay live ka horta waan ku guuleystay inuu maxamuud axmed live ka soo galo caa wala wada daawado waan ugu tala galay fere dhageys maya dhageysay akhi ka jawaab hadan ka jawaab doona matius hadan ka jawaab doona hayla tartamo bis account kan eegno bankiga inta lacag labadeed noo taalo waaye bal mid ku sheegay halkan sibirkan u jeedin meesha waxa ka muuqato maxamedo viruska fere viruska maxamed fere viruska waxa soo saarta 7 virus waatan iyo 4 ما وا 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 قرنا انا مرتب وح ارن ارن ير
أن يربى ربي إنك وشك مارت ملو حوير مارت أسدقي سنة وحاول أسن مارت إنا أسدقي سنة وحان سكول دقي سنة ينين وكل سعوين محمد موسوغا شواب وحان كوب حنايا ما يقف كستو بوتين بطبع وحاول أنميل جواب مكان ربي ها ها جواب مكان سوغاي بس كلي وحبا مارتين ربا إنا شاكو محمد وما فرتي سقالي طبعا ماتيوس سقالي طبعا غير سقالي أفر ها ماتيوس سيالي تنعبلاتن هدبا وحان إذن كله يهي من هدن إنو بقرطو يد إله قلو وحا كهولير إنو أور إربط دلول كاد قد لحدسو هاي هدى هانتي وكفانا يا صاحب كاملكا أساق يا ستا هدى مارك تسلوكو قلا يا مارتي بقرطو يد إله مارتي قف مارتي انت هانتي هاي إنو إربط دلول كاد وكاد حب حمطة قانا جيل أور سبر واكنا انا بمرتي ميشن سو دغاي واكنا هلكن حالكن وي معقول معقول ما تهي وين انت معقول ما تهي وين واكنا وانت في مرتي انك انا ما انك انت انك لعقتي سجنحت انا وعو كفانو يا مرتي لعقب كفانو يا هلكن وحقور وحاف ضرن غير انت دباتوي ما شاء الله خير وين كل واحد حمل انا مولر ما قال واحد عاي ما يقربن كور جينا اني انا اسك سي سيحناي ان ما شاء الله ان شاء الله مركه لنا تعدو الى يراد ايوه ان شاء الله محمد اي خير وين ايوه كاس السلام عليكم اوكي ان اصحابتي خير في كلين كل هدا ما املانا تليفونك يا مرتي و كلاده املانايا هو استك استك بنقض استك ف وحق مرتي ان كو قصبنا هاي انا مرتي انا كبحو انا لايف كبحو وين فاقرا لهذا دمانتي انا مرتي وحوين ونتيان مرتي انا كبحو وين ف إفا صحة إن شاء الله إفا صحة فإفا صحة إن شاء الله تعالى مالكي مركلا سوق اللي دونا إن شاء الله هذا وسلامتين دمانتين إن هذا ومهسنتين دمان إن شاء الله جزاكم الله خير إلهي وحكبرينا مارتي إنه كدقوا مارتي أعماشين كلها خالصة لوجهه الكريم إلهي وحكبرينا إن شاء الله تعالى إنه مارتي أن يهدينا ويهدي بنا إلهي وحكبرينا إن شاء الله تعالى إنه ولا لها يعني كل يود مارتي لنسان إلهي سهنوني إلهي حقها تصي إلهي مارتي هندوها أفوره إن شاء الله تعالى إن الله سبحانه وتعالى وحكبرينا مارتي أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.